مرحبا مرحبا بكم عندنا مبروك واشركم عليكم السلام ورحمه الله سي حسان احتراماتي مرحبا اللي دخلي بارطاجي معنا هذا اللايف هذا دخلي بارطاجي قلنا لكم موديلات عاوتاني اليوم بثمن رخيص شويه واحد البرومو اللي هو زويون اللي دخل يحاول بارطاجي باش يستفد الجميع عليكم السلام ورحمة الله سلواء السلامة بارطاجي معنا على سلامتكم عواشكم مباركة كي وصل العيد مزيان نتمنى تكونوا مزيان كل كلشي بخير وعلى خير مرحبا بلبنى نجدة مرحبا بكم مرحبا بالجميع هاد اللايف هذا راه لكم السلسلة اللي على مزيانة فيها برومو تمن رخيص شوية بالنسبة للدبر تيدير تقريبا ربعميه وعشرة دراهم حتى ربعميه وعشرين دراهم حنا اليوم جبنا لكم بثلاثميه وتسعين درهم من الجرام السلعة ديال اليوم كلها غادي ندوزوها بالثمن ديال الجرام الموديل مغاديش نحسبوه اليكم اللي دخلي بارطاجي او مرحبا و الف مرحبا نواجهكم مباركه وصلنا العيد مزيان نتمنى تكونوا بخير اينا عليكم عيد مبارك سعيد لجميع نتمنى لكم تكونوا مزيان كيدوزوا العيد مزيان لبنى الله يبارك فيك اختي لبنى عيد مبارك سعيد بالنسبه اللي بغات الحلقات دوز غير بريفي راه كاين حلقات بالسلاسل ديالهم بالعلاقه ديالهم ما كاين موديلات غير دوزي بريفي عند انو مرت ما كنت قليل تحت وراه غايوريو لك الموديلات اللي عندنا اليوم جبنا لكم غير السلعه ديال الجرام جبنا لكم براسليات وشي خوت مد المارياج خوت مد ديال الوحدات بثمن زوين اللي هو 390 درهم للجرام ما نبيع لكم الموديل الموديل ما غنحسبوش عليكم والخدمه ديالو نحسب لكم ثمن الذهب ونقصي لكم شويه على الثمن ديال الذهب خام نقصي لكم على الثمن شويه اللي دخل حوالي يبارطاجي معنا اللايف ومرحبا الف مرحبا بارطاجيو معنا في الجروب باش كاع الناس تستافد من هذا ناده ميزة ديال اليوم دابا راه تيدير 410 درهم الفوق تيدي تقريبا 410 ما بين 410 حتى 420 درهم هذا هو اسعار الذهب اللي كاينين اليوم حنا جبنا لكم حويجات فين تخبعوا الفلوس ديالكم بثمن رخيص اللي هو 390 درهم للغرام اي حاجه بغيتيها غادي نحسبوا ليها الثمن ديال هذا الغرام ماشي الموديل ما غنحسبوش عليكم وبالنسبه لمصاريف ديال التصنيع داكشي كلشي ما غيتحسبش دابا دابا راه طالع اختي دابا دابا طالع دبا دبا داير خام تقريبا فوق 410 درهم دخلي لجوجل دوزي لجوجل ديري اسعار الدابا طلع لك دي لي اللي تنبيعو حنا تبيعو كاع يفوق الثمن ديالها تي فوق 410 درهم الثمن ديالها ما بين 410 حتى 420 درهم اليوم غادي لكم واحد البرومو اللي فيه 48 ساعه شي سلعه غادي ندوزها لكم اليوم ان شاء الله في اللايف ونحطوها في لاباج بالحق 48 ساعه غادي نعاود اللي شي حاجه الله يسخر ليها في هاد السلعه اللي غندوزو اليوم غنحسبو ليها 390 درهم الثمن اللي هو الثمن زوين ما كاينش شي ذهبي اللي دخلي يحاول يبارطاجي معنا اللايف نبدا لكم بهذا البراس لي هذا اللي دخلي يبارطاجي ومرحبا الف مرحبا وعيدكم مبارك سعيد عواشكم مباركه كي دوز العيد مزيان نتمنى تكون مزيان يكون كل شيء بخير وعلى خير كاين هذا البراس هذا ها هو هذا البراس جاي عريض البراس عريض سيبي لكم مزيان حتى ندير في هاد لابواط هنا هذا براسلي عريض وزوين بالنسبه دابا لهذا بالموديل بالنسبه للموديل راه تقريبا هذا تتبع بالموديل حيت تتبع موديل تيصل تقريبا حتى حتى ل 550 درهم بالنسبه اختي ده 24 مثلا متباعش ما, ما حق تنبيع نبيع تنبيعو حنا غير ديال كارا تنبيعو حنا الذهب كارا يلا نحقن حق كاين هذا البرسلي هذا زوين البلا عريضه وزوينه اللي تخلي بارطاجي معنا اللايف ومرحبا الف مرحبا بالجميع هذا البرسلي زوين تتباع بالموديل اللي هو تقريبا الموديل يعني تلمن انه ما بين 400 حتى ل 550 درهم على حساب الصير ديال الصناعه ديالو هذا هاد الموديل هذا غنحسبو لكم اليوم ب 390 درهم قل من ثمن ديال خام راه ربعميه عشر درهم، هادو ميزات غندوزوهم نحطوهم في الباج تمنيه ساعه و هنا هذا غنعبروه غنديرو الحساب ديالو، هدا في 10 في 11 غرام كي معايا في حداشر غرام حداشر غرام ثلاثميه حداشر غرام ثلاثميه هذا غتجي 4000 و300 درهم 4000 و درهم هذا أربع آلاف درهم يعني 86000 ريال هذا في 11 غرام هذا في 11 غرام 11 غرام ب آلاف و درهم 11 غرام ب آلاف درهم اللي هي ريال في 11 غرام سوم 390 درهم 7000 و 800 اللي حسب لكم الغرام لهذ البراسليات هادو تيتباعوا بالموديل اصلا هما تيديروا من 400 درهم حتى ل 550 درهم حنا حسبنا لكم اليوم 390 درهم هميزات زوينين اللي بغى يخبع الفلوس ديالو هنا فين يقدر يخبع الفلوس ديالو اوكي هذا في 11 غرام ب 390 درهم اخت السنيس اللي تراهم كاين غنصورهم منين سالي غادي نصورهم ونلوحهم في لاباج كاينين سلسلات زوينين او لا دوزي بريفي وريو ليك راه كاينين سيسات هاد النتيجه مصورينهم الا يوريهم لك تشوف التشكيله ديالنا اللي كاينين عندنا ولا عجبتك شي حاجه مرحبا نوصلوا لك حتى للبلاصه غير حاولي دوزي بريفي بالنسبه لهذا اللي بغاتو راه طيح ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام 7800 اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معنا في الخاص مرحبا و الف مرحبا ها هو هذا جاي عريض جاي في هاد اللور ديالو عريض جاي عريض هنايا صحيح بالنسبة للور ديالو عريض ومنقوش هذا براس لي زويون صحيح في حداش غرام كاين هذا في جوج ديال السدادات جوج ديال الفيرموار براس لي عريض ومخرم براس لي تيعمر ليد بالنسبه لليوم اخويا ما تنساوش السلسله ديال ديما ما ندوزهم غادي يكونوا عندي في اللايف جي ان شاء الله بالحق دوزي بريفي وريو لك السلسله اخويا ما ترى كاين السلسله اخويا ما عندنا في المصورينهم دوزي بريفي وريو لك السلسله اخويا ما خفيفين في ديال البنات شي حاجه زوينه واعره حاولوا تبارطاجيو معنا في الجروب اللي دخلوا يبارطاجيو معنا في الجروب باش كاع الناس تستافد الناس اللي عليكم يستافدوا من هذا اللايف هذا راه فيه سلعه بثمن رخيص هذا فيه جوج ديال الفيرموار السدادات ديالو فيه, فيه جوج هذا في جو ديال دي السدادات تتبان لكم هنايا هذا في جو ديال السدادات في جو ديال الفيرمور اللي هنايا في الجناب من الداخل ديالو ها هو دا. من الداخل ديالو جاي كله عريض مزيان اللي بغات تعرف العرض ديالو ولا دوز بريفي نعطيوها الميزان ديالو والعرض ديالو كلشي غنوريوه ليها هذا فيه جود جو ديال الفيرموار شوف مزيان جود ديال سدادات باش ما يتحلش دير لي ديال السدادات حقيش البراس لي عريض هذا عريض تيجي عامر اليد بالنسبه لهذا الميزان ديالو فيه 16.88 غرام فاصله الميزان فيه 16

بالنسبه لهذا راه دي تقريبا شي 6500 درهم 6500 درهم ثم 390 درهم للغرام الميزان ديالو فيه 16 غرام فاصله 80 16 فاصله تقريبا هانت اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا و الف مرحبا هذه سلعه جديده وتتباع بالموديل حنا حسبنا لكم غير بثمن رخيص حيدنا الموديل وحيدنا التصنيع داكشي كاع عليكم؟ حسبناش عليكم 390 درهم اللي حسبنا الجرام 390 درهم اي حاجه بغيتيها غنعطيك الفاكتور فيها الجرام ديالها وفيها الثمن ديال الجرام اي حاجه بغيتيها تلقاي عندك الفاكتور اللي غتاخدي عندنا اي حاجه بغيتيها نحسبو لك الثمن ديالها بالجرام 390 درهم 390 درهم للجرام هذا فيه 16 غرام فاصله 80 اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا حاولوا تبارطاجيو معنا في الجروب باش كاع الناس تستافد وتشوف السلعه اللي عندنا اليوم بثمن رخيص اللي هو اللي هي 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام كاين هاد الخواتم هذا هذا خواتم زويون خاتم ملكي وزويون بالحجره حمراء خاتم ثقيل وكبير معمر اليد هذا خاتم كبير صحيح معمر اليد حاول <applause> تبارتاجيهم معنا دباج مبرومين أختي راه كاينين دباج مبرومين كاينين دوزي غير دوزي بريفي غدا إن شاء الله نصورهم ونسيفطهم ليك كاينين دباج برامين كاين برومو سامبل وكاين اللي لي بثلاثة بيهم بغيتي برومو سامبل راه كاين بغيتيني نفتون راه كاين غدا إن شاء الله نصورهم ونسيفطهم ليك غير دوزي بريفي عند أنا مرتبك بانغليل تحت دوزي بريفي و إن شاء الله نصورهم و الميزان ديالهم و ديالهم كاين هاد الخاتم هذا ختم عريض عريض ومزيان وصحيح خاتم صحيح ومزيان واش كيدير من الداخل وثقيل ب 390 درهم هذا الثمن ديالو باش يبيعوا الديبيه تقريبا ما بين 450 حتى 550 درهم للغرام حنا اليوم جبنا لكم ب 390 درهم هذا فيه 6 غرامات فاصله 17 6.17 390 درهم هذا تجي 2400 درهم 2400 درهم 2400 درهم هذا 2400 درهم يعني 48 ريال 48 ريال هذا خاتم صحيح ومزيان ب 48 ريال 48 ريال اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا هذا 390 درهم الغرام 390 درهم الغرام الثمن ما كاينش عند شي دابيل داير لكم اليوم هذا البرومو غادي غادي ندس عليه الشيفه اليوم كل عنده ضوافه غندوزوها في اللايف غادي نحاف في لا باج 48 ساعه ونحيدوها لا اختاش دير فيه واحد الثمن اللي هو ثمن مزيان بزاف 390 درهم للغرام وهادو موديلات اللي تتباعوا اصلا ب 500 550 حنا اليوم جبناهم لكم ب 390 درهم خاتم واعر زوين مخرم وعريض خاتم عريض وزوين ب 390 درهم للغرام اللي هي غتجي في الثمن ديالو 2400 درهم ثمانية وربعين ألف ريال ثمانية وربعين ألف ريال اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا ومرحبا ألف مرحبا حاول تبارطاجي معنا في جروب اللي دخل لي حاول يبارطاجي في الجروب باش كاع الناس تستافد من, من هاد من هاد اللايف هذا وتشوف السليعة زوينة اللي غندوزو اليوما اللي دخل لي بارطاجي اللي دخل لي حاول يبارطاجي هذا خاتم مارياج خاتم مارياج بالجرام الماريج ما عمرو بالجرام ديما تتباع هو ب 450 درهم حتى ل 550 درهم الجرام اليوم جبنا لكم حنا بالثمن ديال الجرام اذا حسبنا لكم قل من الثمن ديال الذهب خام الذهب خام 410 حتى 420 درهم الجرام حنا اليوم جبنا لكم ب 390 درهم بالنسبه لهذا الخاتم ديال المارياج خاتم ثقيل وصحيح ومدوبل خاتم مدوبل هذا خاتم ديال المارياج مدوبل ثقيل اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا بالنسبه لي كومونتير راهم تيدوزو كثار نقدر ما نقراش شي كومونتير ما جاوبش عليه اسمح لي عاود يدوز غير بريفي وغادي تجاوبوا معاه الناس اللي اختي خفاف غادي يكونوا غدا ان شاء الله ولا دوزي بريفي وريهم وري لك راه كاينين عندنا مصورين غادي دوزي بريفي وريهم وري كسني سلات عاطر الصابون اختي راه كاين غير ما غاديش في هذا اللايف

هذا 48000 و 600 48 و 600 ريال ثم 390 درهم للغرام هذا خوت ما تتبعوا بالموديل تيوصلوا حتى 3000 درهم بالنسبه للخصم اللي فيه 6 تل... غرامات حتى 3000 درهم اليوم جبنا لكم بثمن رخيص حنا ب 390 درهم للغرام هذا 2430 درهم يعني 48 و 600 ريال 48 و 600 اللي بغات شي حاجه معلي غير دير سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا والف ألف مرحبا بالنسبة للموديل ديال السرعة لاختي غير دوزي بريفي راه كاين موديلات بزاف غير دوزي بريفي وغادي نصورو غدا ونصيفطو ليك الموديلات راه كاين موديلات كاين اللي دي اللي عندنا ديجا مصورينهم كاين اللي مصورينهمش غدا نصوروهم بالنسبة لهاد الخوت هذا راه صحيح ومدوبل تلتمية أو تسعين درهم الغرام اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا ألف مرحبا هنا اختي عندنا المحل في ميدلت. مجوهرات الاخوين ميدلت تنبيعو ب 18 كارا وتنديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب عندنا المحل في ميدلت مرحبا بغيتي شي حاجه مرحبا الف مرحبا نصيفطو عليك في الماكنتي راه نديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب فين ما كنت توصلك الصخره ديالك والتوصيل بالمجان هاد الخويث ماذا دير 48 و 600 48 و 600 بالجرام حسبنا ليه 390 درهم للغرام خصنا ليه الثمن ديال الذهب عادي ماشي بالنسبه للصناعه ما حسبناش فيه الصناعه ديالو ما حسبناش المصاريف ديال التصنيع ديالو كاين براسلي بحال هكا براسلي واحد زوون تيتلبس بيه تيجي خفيف في وزوون كاين بحال البراسلي هذا الميزان هو هذا فيه سبعة فاصلة سبعة سبعة فاصلة سبعين مضروبة في تلتمية وتسعين درهم هذا الاف درهم اللي هي ستين ريال هذا ستين ريال فيه سبعة فاصلة سبعة هذا براسلي لي تيجي واحد فليب تجي زويون تيتلب غير بحدو اختي لو سي حلقة دوزي غير بريفي حلقة راه كاينين حلقات زوينين كاين حلقات عصريين لاصقين في كاين غزالين غير دوزي بريفي روك حلقة هذا 3000 درهم هذا براس زويون كاين راد كود ديال اليد كاين اختي واحد راد كود ديال اليد غندوزو اليوم وكاين راد كود ديال العنق كاين غندوز واحد راد كود ديال اليد وكاين ديال العنق جوج الموديلات كاينين ديال الويت كاين راد كود سامبل وكاين ديال الويت غندوزوهم بجوج بهم غير غير كملي معنا اللايف ان شاء الله وغتشوفي راد كود ديال اليد وديال العنق ب 390 درهم غتشوفيهم بثمن رخيص الثمن ما كاينش عند شي دايبي هذا داير 3000 درهم هذا براسلي داير 3000 درهم اللي هي 60000 ريال هذا بالموديل تيوصل حتى ل 70 76 الف اليوم جبنا لكم ب 3000 درهم هذا براس لي زوون ب 3000 درهم سوم 390 درهم للغرام اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا هذا فيه 7 غرامات جاتو 3000 درهم اللي هي 60 ريال سوم 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام اللي حسبنا لكم الدبرة سيدي اليوم 410 420 درهم اللي دخل الانترنيت يدير يدخل لجوجل اللي يدير اسعار الذهب غطى عليه الثمن ديال الذهب شحال داير خام وحنا اللي جبنا لكم بواحد الثمن رخيص كاين هذا الموديل هذا حتى هو ديال البراسليات كاين هذا نعبروا نشوفوا شحال فيه غرام بعدا هذا فيه سبعة فاصلة ثمانية وستين سبعة فاصلة ثمانية وستين سبعة فاصلة ثمانية وستين تلتمية وتسعين درهم للغرام تقريبا جاية حتى هو تلتالاف درهم 3000 درهم حتى هذا البراسلي هذا جاي 2995 بالضبط جاي 2995 2995 درهم 2995 درهم سوم 390 درهم للجرام براسلي غزال وزوين وصحيح هذو براسلي تقاسحين تقالين وزنين وحاجه زوينه اللي بغات تحبها فلوس ديالها ديال المناسبه هذا 2995 درهم تقريبا 3000 درهم 60 الف ريال هذا 60 الف ريال 2995 درهم حسبنا ليه 390 درهم للجرام اللي حسبنا ليه 390 درهم للجرام هذو البراص اللي تيتباعوا بالموديل تيتباعوا بالموديل يعني الثمن ديالهم تيفوت تيكون ما بين 450 حتى 550 درهم اليوم جبناهم لكم حنا ب 390 درهم ثمن زوون وثمن رخيص بزاف اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معنا في الخاص ومحبوب الف مرحبا بالنسبه اللي بغات العبار ديالو غير دوز بريفيغ نعطيوها العبار بالمسطره باش تعرف القياس ديالها واش هو هذا كله. لا براس قاس حزوون صحيح براس اللي صحيح وزوين حاولوا تبارطاجيو معنا في الجروب ديالكم بارطاجيو في الجروب باش كاع الناس تستافد من هاد من التخفيضات اللي كاينه اليوم حاولوا تبارطاجيو في الجروب بارطاجيو ومرحبا الف مرحبا بالجميع هذا تقريبا 3000 درهم 60 الف ريال البرص اللي هذا 60 الف ريال سوم 390 درهم للجرام كاين هذا كاين هاد هذا البراسلي هذا

4700 درهم هذا 4700 درهم 4700 درهم براس لي غزال وزبون وعريض جاي كله عريض 4700 درهم يعني 94000 ريال هذا 94000 هذا راس لي ع برومو مزيانه بثمن رخيص هذا 94000 ريال 94000 ريال اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا هادشي اختي داب واه داب ثمنطاش كارا كاين اختي الطوانك ديال تروادي وكاين الخاتم تروادي كاين البراسلي تروادي كاين الكورميطا ديال اليد ديال تروادي كاين اونسومبل كاع الا بغيتيه كامل دوز اختي بريفي غيوريوليك التشكيلات اللي عندنا بغيتي شي حاجة مرحبا توصل كثير ما كنتي غنوصلوها ليك كاين شي حوايج طرو من غندوزوهم كاين واحد البراسيات ديال الكارتي غندوزوهم دابا حتى هما زواونين بثمن 390 درهم الغرام هذا 4700 درهم 4700 درهم يعني 94000 ريال هذا 94000 94000 ريال فيه 12 غرام 12 غرام فاصلة 10 اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا هادو دايرين 390 درهم الغرام دايرين فيهم برومو تنبيع لكم الثمن ديال الثمن اللي ما تلقاوش عند شي ديبي الثمن رخيص بزاف 390 درهم للغرام هادو اصلا تتباعوا بالموديل من تسمع الموديل يعني راه الثمن تيكون ما بين 450 حتى 550 درهم حنا اليوم جبناهم لكم برومو بثمن رخيص كاين هادو الكارتي راه معروفين ديال الكارتي تبيعون ديبي ب 500 550 درهم للغرام براس اليد ديال الكارتي هادو براسيات ديال الكارتي حاول تبارطاجيو معنا في لي جروب بارطاجيو في لي جروب باش كاع الناس تستافد من هاد اللايف وتشوف هاد السلعه هادي اللي رخيصه حاول تبارطاجيو معنا في لي جروب اللي دخلي لي بارطاجي ومرحبا الف مرحبا بالجميع هادو براسيات ديال الكارتي زوينين براسيات ديال الكارتي صحاح وغزالين حتى هما غنبيعهم لكم بالجرام هادو فيهم اثنين وعشرين غرام فاصلة سبعة وثلاثين اثنين وعشرين فاصلة سبعة وثلاثين اثنين وعشرين فاصلة سبعة وثلاثين تلتمية وتسعين درهم هادو جاو تمنالاف وسبعمية درهم تمنالاف وسبعمية درهم الغرام تمنالاف وسبعمية درهم غادي لهادو طايحين بتلتمية وتسعين درهم الغرام تلتمية وتسعين درهم الغرام براس اليد ديال الكارطي بتلت بتمنالاف وسبعمية درهم بالتمن اللي هو تلتمية وتسعين درهم الغرام 390 درهم الجرام حسب لكم هادو الكارتي تتبعوا بالموديل حنا اليوم حسبنا لكم بثمن رخيص اللي بغات شي حاجه معلي غير دي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا و الف مرحبا براس ليا ثلاثه راه كاين هذا الموديل دابا هذا الكارتو كاين موديل اخر غندوزوه حتى هو ان شاء الله واحد شويه غندوزوه كاين جوج موديلات زويونين هادو راه فيهم واحد 1500 درهم ولا 2000 درهم طيحه على السوق هادو غير اللي غيخبع فلوس راه مزيان ليه هو ولا بغا يرد ولا لقى الثمن ديالو هذا حنا اليوم 390 درهم الجرام اللي بغاتهم مرحبا الف مرحبا 390 درهم الجرام غتجي ليهم 8700 درهم 8700 درهم يعني 174000 ريال هادو 174000 174000 اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا ومرحبا الف مرحبا هادو 8700 درهم تنبيعوهم بالجرام 390 درهم للجرام دايرين فيهم برومو هادو موديل الكارتي تي مية 550 حنا اليوم جبناهم لكم ب 390 درهم للجرام بغيتي فيهم غير واحد راه ماشي مشكل نقدروا نبيع لك غير واحد بغيتي واحد ماشي مشكل بغيتي جوج ماشي مشكل بالثمن اللي هو درنا دابا 390 درهم للجرام 390 درهم للجرام بغيتي شي واحد ماشي مشكل بغيتي جوج ماشي مشكل نقدروا نفرقوهم والثمن يبقى هو هو ما غاديش عليك واخا تفرقيهم كاين هاد الثريتله هادي كاين هاد حتى في 390 درهم للغرام تدير 450 500 حنا اليوم جبناها ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام اختي هو الدب اصلا دابا الدب دابا راه داير 300 داير 410 حتى 420 درهم اللي داير في السوق ولكن احنا دايرين برومو دايرين تخفيض 48 ساعه هاد السلعه اللي غندوزو اليوم 48 ساعه تبقى بهذا الثمن 390 درهم للغرام الا بغيتي واحد ماشي مشكل نعطيوك واحد بغيتي جوج مرحبا لي طيره كاينين لي طي هاد السرات الهضره فيهم الكبيره فيهم الصغيره بالنسبه للموديل الكارتي حتى هو راه فيه القياس الكبير والقياس الصغير مرحبا غير توصل لي دوزي بريفي ومرحبا نعطيوك القياس ديالي ديك ونبيع لك واحد ولا جوج ماشي مشكل هادو 390 درهم للغرام أه، لي اش تاك تكون شريات شري كارتي ب 450 حتى ل 550 درهم الجرام وتتباع بالموديل اليوم جبت لكم انا رخيص ب 390 درهم الجرام الكارتي الكارتي جبت لكم ب 390 درهم الجرام هادو غنعبروهم حتى ب 390 درهم الجرام ها الميزان ديالهم قدامكم عبروا معايا وحسبوا معايا الميزان قبالتكم اي حاجه خديتيها عندك ديالك فيها الميزان ديالك وفيها الثمن درهم حسبت هادو تجيلهم لهم 11640 درهم 11600 درهم هادو 11600 و ستميه لا أختي الداب كلو تيتباع بالعبار باش تعرفي الداب كلو تيتباع بالعبار اي حاجه شريتيها بالعبار تبيعها بالعبار شري عندي بالعبار رجا عليا عليها بالعبار بالنسبه للكارت يا اختي التمن اللي قلت على ثلاثه تقريبا هو الثمن شي 50 درهم ولا ديال الفرق ما كاينش فرق بزاف التمن اللي قلت ديال ثلاثه قسميه على ثلاثه غيعطيك الثمن ديال واحد ولا دوزي بريفي لك شحال الثمن ديال واحد غي دي بريفي الثمن ديال واحد المهم حنا عندنا ليك لك 390 درهم للغرام داكشي اللي فيه غنحسبوه درهم للغرام هادي بالغرام 11600 درهم فيها اربعه فيها درهم اختي كاين شي حاجه للخلوق راه كاين طونقات للخلوق كاين انصمبل ديال الخلوق غير دو بريفي راه مصورين السلعه راه عندهم سلعه غير دو ز بريفيو روك شكيلات كاينه طونقات ديال الخلوق كاين الخاتم ديال زياده كاين طونقات مع الخاتم ديالهم بالنسبه لهاد دي لهذه السريتله هذه 390 درهم للغرام غتجي لي 11600 درهم 11600 درهم اللي هي مليون و 32 الف ريال مليون و32 بربعة بغيتي غير واحد مرحبا بغيتي جوج مرحبا ماشي مشكل بغيتي ثلاثة على حسب القياس ديالك الاستطاعة ديالك اللي بغيتيه مرحبا هادو 11600 درهم 11600 درهم يعني مليون و32 مليون و32 بربعة بغيتي واحد مرحبا بغيتي جوج مرحبا الثمن ديال الجرام 390 درهم اللي حسب لكم الجرام هادو راس سلعه تتباع بالموديل حتى هاد البراصل حتى هاد الخوتي بالموديل انا اليوم عطيتهم لكم بالجرام سلعة الموديل ديما الثمن ديالها تيكون في هاد الوقيتة هادي الثمن ديالها فوق ربعميه وخمسين درهم أي حاجة تسمعي موديل. هاتشريب. هاتشريب واحد موديل. واحد الموديل موديل عفاك تشريب تشري بواحد الثمن اللي هو من بين ربعميه وخمسين حتى لخمسميه وخمسين درهم الجرام حيت تسمعي الموديل هادو راه سلعة الموديل غنبيعو لكم بواحد الثمن اللي هو رخيص كاين لي كولي كو كو كلشي كاين اختي غير دي بريفي كلشي كاين كاين لي كولي كاين لي بغيتي بغيت البقيه تدعي بشويه ماشي مشكل نتصرفو معاك اي حاجه بغيتيها مرحبا, مرحبا. كين هادو و الف مرحبا كاين هادو دايرين 11600 درهم 11600 درهم يعني مليون و 32000 32 ريال بربعة 4 بهم مليون و 32 بغيت لي فيهم واحد مرحبا بغيتي جوج فيهم مرحبا الثمن 390 درهم للغرام الثمن ديال دبليو راه غاليه وصل ل 420 حتى 420 درهم للغرام داكشي اللي داير خام ما مصنعش هذا الثمن ديالو بلا تصنيع يعني بحتى تصنع تعطيو يصل حتى ل 550 درهم على حساب الموديل ولا كان شي شكل زوين تيكون غالي اليوم جبنا لكم خواتم واعرين هاد الخوتم دابا هذا تيبيع ب 550 درهم خواتم مال وزوون في حجره بالاحمر ها هو دا خواتم واعر وزوين اليوم جبنا عليكم ب 390 درهم للغرام هاد الختم هذا 390 درهم للغرام هذا خواتم زوون حاول تبارطاجيو معنا في الجروب اللي دخل يحاول يبارطاجي في الجروب باش كاع الناس تستافد من هاد من هاد التخفيضات اللي دايرين اليوم اللي دخل يبارطاجي باش يوصل اللايف وكاع الناس تستافد اللي بغى يشري له ميزه ويشري الثمن رخيص يشري فين خبا فلوسو هذا راه الثمن زوين ما غاديش تلقاه في شي قنت اخر هاد الخاتم هذا و نعبروه 390 درهم للغرام هذا فيه 7 غرامات 7.48 390 درهم غتجي ألفين أو تسعمية درهم فيه سبعة فاصلة ثمانية أو ربعين سبعة فاصلة ثمانية أو ربعين غتجي ألفين أو تسعمية درهم هدا ألفين أو تسعمية درهم لي بغاتو دير سكرين أو تواصل معنا في الخاص أو مرحبا ألف مرحبا ألفين أو تسعمية درهم يعني تمنية أو خمسين ألف ريال تمنية أو خمسين ألف خاتم تقيل صحيح خاتم ديال الدوام ما تحيديش من صبعك الحجر ديال المسيرتي ما تحيدش خاتم قاسح غليظ جاي كله عريض هنايا شتي جاي في العرض جاي كله عريض جاي عريض الخاتم جاي عريض مزيان مم. الخاتم جاي عريض ألفين أو درهم ألفين أو درهم ألفين أو درهم جاي منقوش في الجناب فيها تخرم في الجناب وجاي عريض ألفين درهم يعني ثمانية وخمسين ألف ريال هذا ألفين وتسعمية درهم ألفين درهم هذا ختي الدهب واه تنبيع الدهب بثمنطاش كاره هذا المحل في ميدلت مجوهرات الأخوين ميدلت مجوهرات الأخوين ميدلت تنبيع الدهب بثمنطاش و وتنديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب هذا خاتم زبون خاتم غزال فيه حجرة بلا وجاي عريض وتقيل ألفين وتسعمية درهم ألفين درهم يعني تمنية وخمسين ألف ريال ثمانية وخمسين ألف. تمام ملغ هذا ما دخلت بالموديل هو اصلا بالموديل بالموديل. وأصلاً ثمن بالموديل إحنا وقعد بالموديل. غير حنا درهم برومو دايرين ثمن رخيص. اللي هو 390 وتسعين درهم للغرام مع العلم أنه تيدير ربعمية حتى ل وخمسين. اختي 390 درهم للغرام غادي نعبروه ونحسبوه الا كنت غلطت ولا غنعاودو نعبروه ونحسبو ليه الثمن ديالو هو ولا غيرو هذا فيه 7.48 7.48 390 درهم للغرام غتجي 2917 2900 درهم 2900 درهم حنا تنبيعو لك ال... بالميزان اي حاجه بغيتي غير نعطيك فاكتوره فيها الميزان ديالك وفيها شنو خديتي فيها الميزان وفيها الثمن درهم مش لك 390 درهم الساعه اللي غندوزو في هذا اللايف كلها ب 390 درهم اللي بغات هذا دي الخاتم دير لي سكرين وتواصل معايا في الخاص ومرحبا الف مرحبا السلعه كلها اللي غندوزو اليوم ب 390 درهم للغرام اللي عطات اللي عطات الكاكي غادي تخلصي عليا ما غاديدني حتى ريال على 390 درهم 390 درهم للغرام مع العلم انه الذهب تا يدير 410 420 درهم كاين هادو جوج براسليات اللي بغات جوج براسليات هادو جويجات هادو جوج هادو جوج براسليات هادو جوج براسليات زوينين بغيتي واحد مرحبا بغيتيهم بجوج مرحبا هادو جوج لي براسلي هادو جوج براسليات بغيتي واحد فيهم مرحبا بغيتيهم بجوج مرحبا ألف مرحبا 390 درهم للغرام هادو جوج براسليات بغيتي واحد فيهم مرحبا بغيتيهم بجوج مرحبا الف مرحبا ونشوفو الثمن ديالهم هادو فيهم 13 غرام فاصلة 74 390 درهم غتجيهم 5350 درهم 5350 يعني 107000 ريال 5350 5350 درهم هادو بجوج ب 5350 اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا و الف مرحبا هادو بجوج ب 5350 درهم 5350 درهم يعني 107000 ريال بجوج هادو بجوج 107000 ريال حاولوا تبارطاجيو معنا اللايف البنات باش يوصل كاع الناس اللي كتبغيوهم و تحبوهم كاين اليوم التخفيض وكاين التمازوان كاع الناس اللي بغاو يستافدوا من التخفيض بارطاجيو في لي حاولوا تبارطاجيو في لي ديالكم 5000 و350 و درهم يعني 107000 ريال يعني 107000 ريال 107000 ريال بجوج بهم هادو بجوج ب 107000 تقريبا بحال هكا 54 لواحد واحد ب 54 واحد غيبقى ب 54 ريال هادو واحد ب 54 بغيتي واحد يطيح لك ب 54 ريال 54 لواحد اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا حاولوا سبارتاجيو كاين هاد البرسي هذا كاين هاد الموديل هذا زوين كاين هاد الموديل البرسي اللي واعر هذا هذا موديل ديال 750 تيدير الثمن ديالو 550 درهم للغرام حنا اليوم جبنا لكم ب 390 درهم للغرام هذا براس واعر زوين فيه الدب البيض والدب الصفر ممتاز

وتل مائة وخمسين درهم هذا ثلاثة آلاف وتل مائة وخمسين درهم ثلاثة آلاف وتل مائة وخمسين درهم سوم تل مائة وتسعين درهم للجرام سوم تل مائة وتسعين درهم للجرام هذا ثلاثة آلاف وتل مائة وخمسين درهم ثلاثة آلاف وتل مائة وخمسين درهم يعني سبعة وسبعين ألف ريال هذا سبعة وسبعين ألف هذا 77 الف ريال 77 ريال براس لي واعر وموديل وزوين شي حاجه اللي هي عصريه درهم من الجرام الدب تمن اللي هو شي شوية درهم الدب تيدير ربعمية, وعشرة. ربعمية وعشرة. حنا اليوم دايرين برومو في ساعة هاد الساعة في اللايف كلها ب وتسعين درهم من الجرام اللي بغات شي حاجة وتواصل معنا في الخاص ألف مرحبا

3850 يعني 77000 ريال هذا براسلي ب 77000 ثم 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام كاين الرادكو ديال اليد هذا الرادكو ديال اليد هذا الرادكو هذا الرادكو غورميت ديال اليد ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام غورميطه ديال اليد 390 درهم للغرام هذا رادكو ديال اليد درهم الجرام اختي هذا باش يطيح لك درهم فيها 10.23 390 درهم يعني 4000 درهم هذا غتجي 8000 ريال درهم هذا 4000 درهم هذا درهم غورميتات ديال 4000 درهم رادكو ديال لي 4000 درهم سامبل بلس وون 4000 درهم لي بغات شي حاجه دير لا سكرين وتواصل معنا في ومرحبا الف مرحبا مرحبا اختي واش شنو غادي نوريت الخواتم كاين هذا 4000 درهم 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام لي بغاتو دير لا وتواصل معنا في ومرحبا الف مرحبا حواسب بارطاجيو معنا اللايف البنات اللي دخلي بارطاجي اللي دخلي بارطاجيو مرحبا الف مرحبا هذا ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام في 10.3 390 درهم للغرام جاتو 4000 درهم 4000 درهم كاين هاد الخوت مادا خوت مالا كيزويون مثل الناس اللي كتبغي اللوينات ديال الخضر والحمام مر هذا و... ختم واعر وزويون مرحبا اختي الا بغيتي نخليه لك مرحبا غير دوزي بريفي دوزي بريفي و انت مرحبا وسهلا غادي يعاودوا يصوروا عليك مره اخرى يصيفطوا طيب لك تشوفي وتفاهمي معاهم عطيهم السمية ديالك وخليوها لك نخليوها لك اختي ماشي مشكل بغيتي شي حاجه نخليوها لك غير دوزي بريفي تواصلي معاهم غادي نخليو لك اي حاجه بغيتيها في هذا اللايف نخليوها لك السلعه ديال اليوم كلها اللي غندوزو في اللايف ب 390 درهم اي حاجه بغيتيها هنايا تنبيعها لك بالغرام ب 390 درهم تنعبروها قدام كتشوف الميزان ديالك ب 390 درهم للغرام كاين هذا الخوتم هذا

هذا 49 هذا 49 الف ريال خاتم زويون ب 49 2450 درهم 2450 درهم سوم 390 درهم الجرام سوم 390 درهم الجرام مع العلم ان هاد الموديل ديال الحجر تيتباعوا بلا غرام تيتباعوا ب 450 500 حتى ل 550 حنا اليوم جبنا لكم ب 390 درهم الجرام اللي بغاتو مرحبا الميزان ديالو وتحسب لي الحساب ديالو غتجي 2000 450 2450 درهم يعني 49 <applause> الف ريال كاين هاد الخاتم ديال المارياج عاوتاني كاين هاد الخاتم ديال المارياج هذا خاتم ديال المارياج تاعو ب اللي دخل لي بارطاجي معنا اللايف ومرحبا الف مرحبا حاولوا تبارطاجيو معنا اللايف بارطاجيو في الجروب بارطاجيو معنا بارطاجيو باش كاع الناس تستافد من هاد التخفيضات اللي كاينه اليوم عند مجاورات الاخوين حاولوا اليوم تبارطاجيو معنا اللايف مزيان باش يوصل كاع الناس هاد التخفيض اللي كاين مرحبا اختي نعاود وريه لك مرحبا هذا خوتم هذا فيه 6.69 6.69 في 300 وتسعين درهم ده جاية ألفين وستمية درهم ألفين وستمية درهم هذا ألفين وستمية يعني اثنين وخمسين ألف ريال هادو تيتباعو بالموديل تيتباعو بخمسميه خمسميه وخمسين درهم خوتنا ديال المراجل ديال العش حنا اليوم جبناهم لكم بتلتميه وتسعين درهم للغرام المصاريف ديال الصناعة كاع ما حسبناها عليكم حسبنا لكم بقل من ثمن الدهب خام حسبنا لكم الداب بقل من ثمن الدهب خام ألفين وستميه درهم يعني اثنين وخمسين ألف ريال اثنين وخمسين ألف ريال خوتنا ديال المراجل غزال وزبون ألفين ألفين وستمية درهم يعني اثنين وخمسين ألف ريال اثنين وخمسين حاولوا غير تبارطاجيو معنا اللايف بارطاجيو معنا باش كاع الناس تستافد من هاد التخفيضات اللي كاينة اليوم كاع الناس يوصل لها اللايف هذا ألفين وستمية درهم يعني اثنين وخمسين ألف ريال هذا خاتم من المارياج اثنين وخمسين ألف ريال اللي بغاتو دير لي دي سكرين وتواصل معنا في الخاص خاتم مارياج ب 2600 درهم 2600 درهم يعني 52000 ثمن بالغرام سوم 390 درهم للغرام لا باش حسبنا لكم هذا الخاتم 390 درهم للغرام ثمن ما كاينش عند شي ذهبي اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا كاين هاد لي راد كوب جوج هادو كاين هاد ب 390 درهم جوج ديال لي راد كوين ب 390 درهم حاول تبارطاجيو معنا اللايف اللي دخلي معنا, مرحبة. معنا ومرحبا الف مرحبا معنا اللايف ومرحبا بكم هادو جوج لي ب 390 درهم الجرام كاين هذا في 22 غرام 390 درهم هذا

سوم ستالاف و ثمانمية درهم ثلاثميه و تسعين درهم للغرام هذا سوم ثلاثميه و تسعين درهم للغرام باش حسبناه ليكم ثلاثميه و تسعين درهم للغرام لي هو ثمن رخيص بزاف لي بغات شي حاجة مرحبا بغيتيها ختي دوزي بريفي نخليها ليك مرحبا هادي ثلاثميه و تسعين درهم للغرام ثلاثميه و تسعين درهم للغرام بغيتيها مرحبا ألف مرحبا دوزي بريفي نخليوهالي هاتجيها ميه و ربعا و خمسين و سبعميه ميه و ربعا و خمسين و سبعميه ريال اللي بغات تهدي لا سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا سوم 390 درهم للغرام كاينه هادي ديال الويت ها هي اللي ديال الويت كاينه هادي قرمته ديال الويت

7000 و100 هادي 7000 و100 هادي 7000 درهم يعني 142 ريال هادي كورمته ب 142 الف راه غليظه وثقيله حسبنا ليها 390 درهم للغرام هادو تبيعهم ب 450 درهم الديبيه 440 درهم حنا اليوم جبنا لكم ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين ومرحبا الف مرحبا السلعه ديال اليوم كلها اللي دوزنا ب 390 درهم للغرام وغنحطوها في لاباج 48 ساعه وغنحيدوها اللي بغات شي حاجه دير سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا 390 درهم للغرام غتجيها درهم 7100 درهم 7100 درهم اوكي 7100 درهم بالنسبه الرقاق راهم كاينين غير دوزي بريفيو غادي يوريوك الرقاق راه غير دوزي عندهم كاين الموديلات اللي بغيتيه كاين يعني. اي حاجه بغيتيها مرحبا الف آه مرحبا كاين هاد النباله هادي كبيره وعريضه براس عريض وزبون. اليوم اللي مش بنسلع شويه ثقيله وبالثمن رخيص الثمن ديال الغرام مش بنسلع اليوم الناس اللي بغات تخبع فلوسها في الدال بغات تشري شي حاجه رخيصه وزوينه وديال الدواء مش حاجه قاصحه جبنا براس قاصحين خوت ما تصحاح كلشي صحيح ومزيان وبالثمن اللي هو ثمن مناسب بزاف اختي حنا كاينين في ميدلت وجوارات الاخوين ميدلت تنبيعو الدب ب 18 كارا و تنديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب مجوهرات الاخوين ميدلت راه معروفين في ميدلت الحمد لله تنبيع الدب ب 18 كارا و تنديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب هذا جاي عريض حتى هنايا من اللور ديالو جاي عريض جاي عريض ومزيان جاي غليظ هنايا مزيان غليظ صحيح مدوبل هنايا في هاد الجنب هادو غليظ صحيح مزيان اللي بغاتو مرحبا ألف مرحبا سرت ديال سبعة خاطر راه كاين غير ديزي بريفي غدا نصورو ما سيفطوهم لك كاينين سرت ديال سبعة كاين البرومو سامبل كاينين شكيلات خرين هدا تلطاش غرام هدا تناش غرام فاصيلة تلطاش غرام فاصيلة خمسة وتلاتين تلطاش غرام خمسة وتلاتين تلتمية وتسعين درهم هذا جاية 5200 خمسة الاف درهم هذا مية أربعة ريال خمسة الاف درهم خمسة درهم خمسة الاف درهم اللي هي مية ريال شوف درهم للجرام اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا مية أربعة مية الاف درهم شوف درهم هذا خمسة آلاف وميتين درهم خمسة درهم يعني مية وأربع ريال اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معنا ومرحبا ألف مرحبا هذا خمسة آلاف وميتين درهم بالنسبة للثمن ديالو حسبنا الثمن ديال الغرام تلتمية وتسعين درهم الثمن اللي ما مكاينش هادشي ذهبي هاد الوقيتة تيدير ربعمية وعشرة وعشرين درهم حنا اليوم جبنا عليكم تلتمية وتسعين درهم اليوم اللي جبنا لكم الذهب كاين برومو مزيان اللي بغات تستافد من هذا التخفيض هذا مرحبا و الف مرحبا هذا 390 درهم براس لي واحد تيبان بحال ثلاثة حيت تلبسيه تجي عرض في اليد تلبسي غير واحد تيبان بحال لبسه ثلاثة في الديكور هنا بحال ثلاثة البراسليات هذا 5200 درهم 104000 ريال اللي بغاتو دير لي سكرين ومرحبا و الف مرحبا جاي عريض جاي كله عريض مزيان وصحيح و مزيان ديال الدوام 5200 درهم كاين هاد الموديل هذا هذا سامبل ما فيه لا حجر لا والو اللي بغات شي حاجه سامبل ومخرمه ملي كاين لا حجر لا والو براس لي كبير معمر اليد وصحيح ما كاين لا حجر لا والو كله ذهب ما فيهش الحجر الداخل ديالو هذا 12 غرام مضروبه 390 درهم هذا 4680 درهم 4680 درهم هذا 4680 درهم 4680 درهم هذا 4680 درهم اللي بغات تدير لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا ألف مرحبا يعني واحد وثمانين وستمية غادي تجي واحد وثمانين ألف وستمية واحد وثمانين وستمية واحد وثمانين ألف وستمية سوم تلتمية وتسعين درهم الغرام هذا براس لي زويون ما فيه لا حجر لا والو كل كله ذهب هادشي اللي اللي تكون سامت ما فيهش حجر عاود تكون هو زويون تاخد غير الذهب ما تاخدش حجر هذا كله دب ما فيهش حجر دير واحد وثمانين ألف وثمانين العلاقات ديال الحضور اختي راه كاينين العلاقات كاينين بلا... دو... الناس الكبار بلا ديالهم كبارين غير دخل لي دو غير دوزي بريفي غيوريك الشكيلات راه كاينين شكيلات زويونين الناس الكبار ديال الحضور شي حاجة واعرة كاع في الناس تبارك الله غير دوزي بريفي تشوف الشكيلات اللي يحمقوك هذا واحد وثمانين يعني ربعالاف وثمانين درهم 4680 درهم 81600 سوم 390 درهم الجرام هذا 390 درهم الجرام تي 450 درهم اليوم جبنا لكم 390 درهم الجرام اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا جبنا لكم ثلاثه ديال البراسليات همزه وزوينه اللي بغات تبرع عرسا ثلاثه ديال البراسليات فيهم الذهب البيض فيهم الصفر شي حاجه ممتاز شي حاجه زوينه وصحيحه وقاصحه ومزيانه

تمنها 1900 درهم برصليات كبار وعراضه باينين في اليد برصليات كبار وعراضه باينين في اليد حاجة زبون نصحاح ممتاز دبدالهم زبون 06 في المشرق الحمر اديت 8900 درهم 8900 يعني 178 الف ريال 178 الف اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا 8900 درهم

باش كاع الناس تستافد من التخفيض اللي حاولوا تبارطاجيو اللايف باش يوصل كاع الناس صحاباتكم احبابكم هادو 8900 درهم يعني 178000 سوم 390 درهم للغرام سوم 390 درهم للغرام اللي بغات العبار ولا شي حاجه دوز بريفو نعطيو العبار ديالهم بالنسبه للعرس بقيس ديال ليد باش يجيوها العبار ديال شحال سنتيم فيهم هنايا دوز بريفو نعطيو شحال من عبار فيهم في السنتيم راه كاين فيهم الدور كبيره والدور صغيره حتى هذا اوكي هادو غزاولين زوينين ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام باش حسبناهم لكم جيتو 8900 درهم اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا كاين هذا كاين هذا براس اللي مخرم وزويون براس اللي مخرم غزيول والزويون تبارك الله تيجي كله عريض هذا تيجي كله عريض في تلتاش جرام فاصلة واحد وثلاثين تلتاش جرام فاصلة واحد وثلاثين تلاتمية وتسعين درهم أجيه خمسة آلاف ومئة وتسعين درهم تقريبا هكا خمسة آلاف ومئة درهم هذا خمسة آلاف ومئة درهم مئة أربعة آلاف ريال مئة أربعة آلاف ريال هذا مئة أربعة آلاف ريال مئة أربعة آلاف فيه تلتاش جرام فاصلة ثلاثين مئة أربعة آلاف ريال

ميه ريال اللي بغاتو دير لي سكرين وتوصل معنا ومرحبا الف مرحبا هذا ب ميه ريال خمسة الاف وميتين درهم فيه تلطاش فاصلة واحد وثلاثين يعني حسبنا لكم تلتمية وتسعين درهم الجرام تسعين درهم اللي بغات شي حاجة مرحبا نسطو ليها الفاكتورة فيها الميزان ديالها فيها الثمن الجرام أي حاجة بغيتيها تلقاي ما معلاش تلقاي تخربيق إن شاء الله أي حاجة بغيتيها تلقاي الثمن اللي هدرنا عليه ولا تلقاي كاين عندك فاكتورة ديالك تلتمية وتسعين درهم الجرام بالنسبه لهاد السلعه اللي غندوزو اليوم فهاد اللايف راه ماشي كاع السلعه غير هاد السلعه ديال اليوم ندير لها الثمن هذا دايرين برومو فهاد السلعه هادي وفيه 48 ساعه غنحيدوه 48 ساعه غنحيدو هاد البرومو هذا هاد السلعه كلها غادي نلوحها في لاباج ب 390 درهم الجرام اللي, اللي خدات شي حاجه الله يسخر ليها ونعاودو نحيدو هاد السلعه اللي, اللي بقات فيها غادي تحيد اختي الطاقم اليوم ما جبتهمش الطاقم غير دوزي بريفي وريك الطاقم راه كاين الطاقم بزاف غير اللي بالبريوات شوف الطاقه ماكين كثار هذا غاتجي 5200 درهم يعني 104000 ريال 5200 درهم 104000 سوم 390 درهم للغرام سوم 390 درهم للغرام اللي هو الثمن رخيص والثمن ماكينش عند شي ذهبي 390 درهم للغرام مع العلم ان الذهب تيدي 410 420 درهم خام حنا اليوم جبنا لكم 390 اليوم جبنا لكم الذهب 390 درهم للغرام اللي بغى يصيفط لنا هذه الميزات مرحبا الف مرحبا غير دوز بريفي اللي بغيت هادي لا سكرين دوز بريفي ومرحبا الف مرحبا هذا غتجي 5200 درهم يعني 4000 ريال ب 390 درهم الغرام باش حاسبين عليكم هادو براسليات مخرمين تتبعوا بالموديل حنا سبناهم لكم اليوم حسبناهم لكم بالغرام ب 390 درهم الغرام اذا هادو هميزات هميزات حول ما تفرطوش فيهم هادو راه هميزات ما تفرطوش فيهم اللي بغات تخبع فلوسها هذه هي المناسبه هذا البرسلي هذا هذا براسلي ديال الحضور حتى هو زوين وصحيح وزوين هذا براسلي صحيح وزوين الميزان ديالو ها هو هذا فيه 9 غرامات فاصلة فيه تسعة فاصلة وثمانين تسعة وثمانين وتسعين درهم هدا درهم 3800 هذا 3800 درهم 3800 درهم 3800 درهم 3800 درهم يعني 76000 ريال هذا 76000 هذا بعين ب 76000 ريال سوم 390 درهم للغرام الثمن ديال الغرام 390 درهم هذا ب 390 درهم للغرام اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصلوا معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا براس لي اختي سام برادوز براس لي سكارتي راهم زوينين سام بلو قاصحين ب 390 درهم الجرام ادوز ثلاثة بغيتي ثلاثة مرحبا بغيتي واحد ولا جوج مرحبا 390 درهم الجرام باش نحسبو لكم اليوم الدب ب 390 درهم الجرام مع العلم انه تيدير 410 420 هذا ب 390 درهم الجرام غتجي 3800 درهم 3800 درهم 3800 درهم يعني 76000 ريال هذا براسلي ب 76000 وسبعين الف ريال كاين هذا هذا بالنسبة ل العيالات الكبار تيعجبهم بحال هادشي دمليج مخرم ومدرج فيه الدريجات هذا دمليج مدرج ومخرم شي حاجة زويونة وفنة تبارك الله تا هذا بثلاثميه وتسعين درهم الغرام اللي بغاتوه ب 390 درهم من الغرام هادو موديلات تيديرو 410 420 درهم حنا اليوم جبنا لكم ب 390 درهم هادو تتباعوا بالموديل تتباعوا غاليين بالموديل حنا اليوم جبناهم لكم بثمن رخيص الثمن ديال 390 درهم من الغرام اللي دهبي. ما كانش حتى شي داوي 390 درهم من الغرام انا على بالي قدامكم غتشوفوا ها نتوما ها هذا فيه 20 غرام فاصلة خمسة وعشرين عشرين غرام فاصلة خمسة وعشرين بثلاثمية وتسعين درهم غتجي سبعة الاف وتسعمية درهم تقريبا سبعة الاف وتسعمية درهم هذا بسبعة الاف وتسعمية درهم سبعة الاف وتسعمية درهم اخويا الدبدبة تيدير ربعمية وعشرة حتى ربعمية وعشرين درهم الدبدبة داير خام الدبدبة داير خام دابا ربعمية وعشرة ربعمية وعشرين درهم بلا تصنيع ديالو بلا التصنيع ديالو دير ديال 410 420 درهم بالتي جوجل دير اسعار الداب غتطلع لك اسعار الداب في المغرب غتشوف الثمن ديال ليهم بالضبط اليوم انا راه عيطت لقيتو داير دير 413 درهم اليوم بالضبط راه عيطت لقيتو داير 413 هو تيلاعب ديك 3 درهم 4 درهم تلقى 413 418 410 ما تهبطش على 410 في فهد... في فهد... في تقريبا في هذا الشهر هذا غير 120 ما عمره هبط عليها حنا اليوم دايرين برومو فيه 48 ساعة الذهب كاع اللي دوزنا اليوم كله ب 390 درهم 390 درهم الجرام 390 درهم الجرام اللي بغات شي حاجة مرحبا ألف مرحبا اللي حاجة مرحبا لويز تيدير 1500 درهم ديال الراس و 1600 درهم ديال الفروج لويز تيدير 1500 درهم ديال الراس درهم ديال الفروج مزيان حاجة مزيانة وحاجة قديمة هذا داير 7900 درهم يعني 158 الف ريال 158 الف هذا ب 158 الف الا كانت ابو الله في الحجة ولا هذا مزيان تيديو اغلبيه العيالات الكبار ما تاخذوا عندنا الجبال الجادو تيديهم اغلبيه العيالات الكبار زويونين تيجيو في حضور زويونين براس الدمليج مدرج ومخرم سلسلة ديال الفراشه راه كاينين اختي غير دي بريفي وريهم لك ولا دخل الباج راه كاين شي سنسله حنا في الباج ديال الفراشات تشوفهم تما راه كاين سلسلة ديال الفراشه زوينين ب 1500 1700 درهم سلسلة زوينين ديال الفراشه دوزي شوفيهم في الباج ودي بريفي عاودي صوروا وريو لك شكيلات اخرين هذا هذا 7900 قلنا ليه هي ألف اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا بالنسبه للثمن ديال الكرام حسبنا ليه 390 درهم كاين هاد السريتله حتى هاد السريت هادي ب 390 درهم للغرام وراك كبيره ولا الصغيرة صغيره فيها الكبيرة وفيها صغيره ب درهم فيها غرام فاصله في 390 درهم درهم هادي مئة الف ريال بثلاثة هادو بثلاثة ب ريال هادو ثلاثة اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتوصل معنا بخاص ومرحبا الوز ديال الراس اختي باش تعرفي الوز ديال الراس هو تتباع بلا غرام على حقاش هو فيه 24 قيراط باش تعرفي هو الكره ديالو زايده ماشي بحال الدبل نبيعو دابا حنا هو بياس الوز تتباع على حسب البياس فيه الدب ربع فيه الدب ديالو 24 تيكون غالي شي شويه على حقاش الدب ديالو 24 هو الوز ماشي بحالو بحال كاع الدب اللي كاين في المغرب هو بوحدو اللي اللي في المغرب عنده العيار ديالو زايد دي. بوحدو هو الوز اللي في المغرب فيه العيار 24 باقي الدب كله قاعد دي بيا كلشي تبيعو 18 ولا عندنا حق نبيعو ولا مرخصنا ندون بيع 18 لويسي تبعو حيت فيها العيار غالي العيار زي تتبع غالي شي شو شويه على خاطرش فيه العيار هو 24 باش تعرف العيار 24 ماشي هو العيار 18 وتتبعو بياسه هي اللي لوددرس راه بحالها بحال الفروج فيهم 3.2 3.2 وتتبع ديال الراس ب 1500 في هذه هاد الوقيته هذه في هذه الغله وتتبع ديال الفروج ب 1600 في هذه الوقيته هذه في هذه هاد هاد الغله الفروج 1600 الاخرى 1500 وبالنسبه للميزان بحال بحال باش تعرف اذا باغي الفروج بحيث راه مفقود شويه زيد هو على الاخر كيف المرة اللي فاتت هادي دايره 8000 درهم اللي هي 160 ريال بغيتي واحد مرحبا بغيتي جوج مرحبا بغيتي ثلاثه مرحبا و1000 مرحبا ما كاينش المشكل عندنا بغيتي واحد نعطيوه ليك بغيتي جوج مرحبا بغيتي جوج ثلاثه مرحبا هادو ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام هاهما هادو كي دايرين من الداخل 390 درهم للغرام اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا كيف دايرين من الداخل 390 درهم كيف داير الديكور من الداخل فيهم بلاصه عامره وبلاصه خاويه شي شويه هادو ب 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام غتجيهم 8000 درهم اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا ومرحبا ألف مرحبا هادو ب 390 درهم الغرام تجيهم 8000 درهم يعني 160 ريال هادو غتجي لهم 160 ريال هادو 160 ريال بالنسبه اختي لهذا اللايف هذا الذهب اللي دوزنا فيه كله رخيص هذا اللايف هذا عندك يعني 48 ساعه هذا اللايف اللي غادي يبقى بهذا الثمن هذا 48 ساعه الذهب اللي دوزناه اليوم كله ب 390 درهم الغرام اي حاجه خديتيها عندنا غندير لك لي فاكتوره فيها الميزان ديالك والسوم, دي والسوم ديال السومه ديال الغرام 390 درهم اللي جا كتعطيه لينا اي حاجه خديتها عندنا الخواتم لي براسليات الواحده 3 وات كاع السلع اللي دوزنا كاع اي سلعه دوزنا اليوم راه ب 390 درهم الغرام درنا لهم بحال, بحال بحال مع العلم انهم فيهم الموديلات ديال 550 كاين الموديلات ديال 500 درهم كاين الموديلات ديال 450 كاين راه الكوتي ديال دابا 420 410 430 حتى هو 390 درهم كاع السلعه اللي دوزنا اليوم كاع لي زاتك اللي دوزنا اليوم 390 درهم بغيتي شي حاجه تواصلي دوزي بريفي مرحبا الف مرحبا نعبروا عليك الميزان ديالها وحسبي بوحديتك نقول لك الغرامات اللي عندك وحسبي لك اللي جاك عطيه لينا 390 درهم الغرام اللي جاتك عطيها لينا اختي هنا يا خويا عندنا المحل في ميدلت تنبيع الدب 18 كارا وتنديروا التوصيل جميع مدن المغرب في المغرب توصلك السلعه ديالك هادو ب 390 درهم الغرام اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا الف مرحبا

3470 درهم هذا 3470 اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا يعني 69 و400 69 الف 400 هذا ب 69 و 400 نبله زوينه وعريضه هذا ب 69 و400 69 الف 400 ريال سوم 390 درهم للغرام نبله زوينه وعريضه وزوينه وباينه في اليد ورخيصه زويونه تتعمر لي دوما غاليش بزاف رادكو اختي راه دوزنا رادكو راه دوزنا رادكو ب 390 درهم للغرام دوزنا ثلاثه ديال رادكو غورميطه ديال اليد ديال العنق دلويت تو سامبل غير عاودي رجعي عاودي اللايف حيت نكملي معنا اللايف وعاودي رجعي عاودي تلقاي فيه ال... لي رادكو اللي دوزنا اليوم هذا ب 390 درهم للغرام غادي يجي 3470 درهم 3470 3470 بمي... درهم حاولوا تبارطاجيو معنا اللايف اللي دخلي بارطاجي اللايف في لي جروب باش كاع الناس اللي تعرفوهم يستافدوا من هاد التخفيض اللي كاين اليوم حاولوا تبارطاجيوه في لي جروب اللي عندكم صحاباتكم بارطاجيو العائله تشوف هاد اللايف هذا حيت فيه تخفيض فيه الدب 390 درهم للجرام فهاد الوقيته اللي الدب تيدير 410 420 درهم حنا بعنا لكم ب 390 درهم للجرام هذا 3470 درهم يعني 69 400 69 400 اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا وألف مرحبا، مرحبا وألف مرحبا أختي اللي بغيتيها مرحبا، ثلاث هذا هادا تسعود وستين بالنسبة للثمن ديال الجرام ثلاث وتسعين درهم حسبنا ليها الجرام، ثلاث وتسعين درهم الجرام، أختي حنا تنتواجدو في مدينة في ميدلت، مجاورة الأخوين ميدلت، عندنا المحل في ميدلت، مجاورة الأخوين ميدلت معروفين الحمد لله، عندنا ثلاثة المحلات في ميدلت ديال الذهب. اللي بغى شي حاجه مرحبا الف مرحبا حنا معروفين في ميدلت عندنا ثلاثه ديال المحلات ديال الدف في ميدلت اللي بغى شي حاجه مرحبا الف مرحبا مجاورات الاخوين ميدلت ويجي مرحبا به بغيتي شي حاجه اختي تنديروا التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب فين ما كنتي في المغرب توصلك السخره ديالك تخلصيها تاخديها يا اختي كاينش مشكل التوصيل بالمجان فابور توصلك السخره ديالك تخلص غير الثمن ديال 390 درهم للغرام بالنسبه لهاد السعر اللي تندوزو في هاد اللايف بالنسبه للسلعه ديال هاد اللايف راه ماشي السلعه اللي دوزنا هاد السلعه ديال هاد اللايف بوحديتها اللي كاينه ثلاثمية وتسعين درهم للغرام هذا فيه ثمانية غرامات فاصلة تسعود هالميزان الميزان قدامكم ثمانية فاصلة تسعود تقريبا ثمانية فاصلة ثلاثة وتسعين ثلاثمية وتسعين درهم داكشي اللي كاين تلتلاف وربعمية وخمسين تقريبا تسعود وستين ألف ريال اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا ومرحبا ألف مرحبا اللي بغات جويجه عاوتاني كاين هادو جويجه هادو جوجة بغي جوج بغيتي جوج بغيتي واحد فيهم تاخدي واحد هادو بجوج الا بغيتي جوج تاخدي جوج بغيتي واحد تاخدي واحد لي بغا يبيع اختي دابا حنايا قديم تا ناخذ تا ب 330 340 320 بغي تجي بينشوفوه مرحبا حنا تناخدو ناخذ على حساب شنو كي داير الا كان مازال نقيقي شويه تنزعمو معاك فيه شويه المهم شوفو كي دارو يكون خير عندك شي حاجه غير صوريها دو زي بريفيو داكشي اللي باغا تبيع نقولك الثمن ديالو زعما <applause> نقدروا نشريو عندك حتى الا كانت شي حاجه نقيه حتى ب 400 درهم نقدروا ناخذوها عندك الا كانت شي حاجه زوينه حتى 400 درهم نقدروا نشريوها عندك دابا 400 درهم دابا حنا نبيعوا كيف 390 نشريو عندك حنا ب 400 درهم الا كانت شي حاجه اللي عجبتنا غير ورينا نشوف اشنو عندك ونشوف الا كانت غدوب غير كنت ما دايرش شويه طايح كانت تقدر نعاودوا ليها البيع شي وحده اللي بغات شي حاجه قديمه نقدروا عاوتاني نزيدوا شي شويه في الثمن دابا دابا خمسه دي ديال 400 درهم نقدروا نشريو حنا ب 300 ثلاثميه وسبعين ثلاثميه وثمانين ماشي مشكل بالنسبة لهاد البراسليات بجوج اللي بغات واحد فيهم مرحبا بغات جوج مرحبا ماشي مشكل هادو سطاش غرام فاصلة تسعين هادو فيهم سطاش غرام فاصلة اثنين وتسعين مضروبة في ثلاثميه و تسعين درهم هادو جاياهم ستالاف ستالاف و ستمية درهم هادو ستالاف و درهم بجوج هادو ستالاف و ستمية درهم بجوج هادو ستالاف و درهم للغرام هادو بجوج بيهم بستلاف و ستمية درهم و راه كبار و عراض غير جوج فليد تيجيو عراض بحال ثلاثة هادو بجوج تيجيو فليد بحال لبسة ثلاثة تيجيو عراض يعني غير بجوج تيجيو عراض بغيتي واحد فيهم مرحبا بغيتيهم بجوج مرحبا سوم تلتمية و تسعين درهم الجرام جاياهم ستلاف و ستمية درهم يعني مية و طناش الاف ريال مية و طناش الاف ريال هادو بمية و طناش الف لي بغات شي حاجة معنا غير دير سكرين و معنا في الخاص و مرحبا و الف مرحبا هادو مية و طناش الف 6600 درهم 112000 يعني بحال غيطيحوا لك جوج ب 6600 درهم هادو 132 بجوج يا هادو 6000 سلاف... هادو سمحوا لي هادو راني غلطت فيهم هادو دايرين 132 بجوج 6600 درهم هادو 6600 ها الميزان ديالهم نعاودو لهم الحساب باش كنتاكدو هادو فيهم 16 غرام

هادو الا بغيتي فيهم واحد ب 66000 هادو واحد ب 66 بغيتيهم بجوج غيطيحوا لك ب 132000 اللي هي 6600 درهم ثمن الغرام 390 درهم الغرام باش حاسب لكم هاد البراسليات اللي راه كلهم بالموديل يعني كلهم ما بين 450 حتى ل 550 درهم على حساب فين واش في المغرب واش في تركيا والشركه صنعتهم على حساب فين تصنعوا تيكون الثمن تيختلف مي حنا دابا تنعرضهم عليكم بواحد الثمن اللي هو 390 درهم للغرام اللي بغات شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا هادو تيديروا 66 لواحد بغيتي واحد ب 66 بغيتيهم بجوج ب 132 يعني 6600 درهم بجوج اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا للجميع كاين هذا البراسلي هذا حتى هو زويون غزال وزويون كاين هذا براس زويون غزال تبارك الله حتى هو بنفس الثمن 390 درهم للغرام تيبان بحال جوج في اليد حيت التبسي هذا بوحدو تيبان بحال لبسه جوج تيبان بحال لبسه جوج انت لبسه غير واحد تيبان بحال راك لبسه جوج الخوتمات هذا جاي عريض كامل جاي كله عريض دابا دابا اختي راه طالع باش تعرف يدبدب راه الثمن ديالو تيدير ديال ما بين 410 حتى 420 درهم هادشي فين تيلعب دابا في هاد الاسبوع وتقريبا في هاد الاسابيع كاع اواخر تقريبا هاد الشهر شهر ولا تيلعب ما بين 410 حتى 420 درهم مي حنا السلعة اللي دوزنا لكم اليوم في اللايف كلها تنبيع لكم ب 390 درهم ب 390 درهم الجرام <applause> غنحطوها في الباج 48 ساعه وغنحيد الثمن هذا عشرة 10.2 10.18 عشرة فاصلة 390 وتسعين درهم الجرام غتجي تلتالاف وتسعمية وسبعين درهم 3970 درهم يعني تسعود ألف ريال هذا ب وسبعين ألف هذا ب وسبعين الف ريال اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا هذا ب 79 هذا ب وسبعين الف ريال هذا ب الف هذا ب 79 الف 79 تحت الف ريال اللي بغاتو سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا تيجي كله عرض حتى تيجي كله عرض جاي عرض هنايا جاي يعرض تيجي كله عريض مزيان هذا ب 79 الف ريال سوم 390 درهم الجرام اللي بغاتو دير لي بغتو سكرين هذا دابا تيبان مزيان هذا تيدير تسعود وسبعين الف ريال تسعود وسبعين الف تسعود وسبعين الف ريال اللي بغاتو دير ليه سكرين و مرحبا و الف مرحبا هدا بتسعود وسبعين الف اللي بغاتو دير ليه سكرين و مرحبا و الف مرحبا هدا تيجي كلو غليظ جاي كلو عريض هنايا جاي عريض مزيان الداخل ديالو هدا بتسعود وسبعين الف ريال اللي بغاتو دير ليه سكرين و مرحبا و الف مرحبا بالنسبة للتمن بالنسبة للتمن ديال الجرام في عشرة فاصلة جوج حسبنا ليه تلتمية وتسعين درهم للغرام تلتمية وتسعين درهم للغرام تلتمية وتسعين درهم للغرام اللي بغيتو دير سكرين ومرحبا ألف مرحبا اوكي كاين هاد البراسليات هادو هادو كلهم هادو غنبيعهم لكم بالغرام مثل هاد البراسليت هادو كلهم تيمشيو بجرام اللي بغات شي حاجه مرحبا وسهلا هادو كلهم ب 390 درهم للجرام 390 درهم الجرام كاين هاد الاول في فيه سبعه الخاتم ديال لويزا اختي راه كاين عندنا دوزي غير بريفي وريو عليك راه كاين غير اليوم غندوزوش فهاد اللايف الخاتم ديال لويزا راه كاين 7.6 ألفين هادو... وتسعمية وخمسين درهم ألفين وخمسين درهم يعني تسعود وخمسين ألف ريال جاي مدوبل من الداخل هذا مدوبل من الداخل هذا براسلي مدوبل من الداخل هذا مدوبل هذا براسلي مدوبل بألفين وتسعمية وخمسين درهم ألفين وتسعمية وخمسين درهم ليا تسعود وخمسين ألف ريال هذا هذا براسلي ديال الدوام تلبسيه في يدك ما تحيديهش هذا براسلي رقيق وزويون هذا رقيق هنايا يعني ما عرفش بزاف ومدوبل من الداخل ألفين وتسعمية وخمسين درهم يعني تسعود وخمسين ألف ريال براس لي زويون زويون وما غاليش بزاف وجاي مدوبل من الداخل شتي من الداخل كي داير من الداخل مسدود فهمتي الداخل ديالو هذا هو الداخل ديالو داير تسعود وخمسين ألف ريال براس لي زويون وغزيول بارك الله هذا بتسعود وخمسين ألف اللي بغاتو دير سكرين ومرحبا ألف مرحبا هذا بتسعود وخمسين ألف ريال تسعود وخمسين ألف ريال هذا ب 59 الف ريال اللي بغاتو دابا الصوره واضحه مزيان هذا براس الرقيق وزويون ب 2950 درهم يعني 59 الف ريال هذا ب 59 الف 2950 درهم يعني 59 190 درهم باش حسب لكم هذه السلعه اللي غندوز لكم اليوم 390 قول متى ديال لي بول اختارهم كاينين عندنا كاين قول متى ديال لي بول كاينين سلاسل ديال لي ديال لي بول كاين كاين قول متى ديال لي كاين سلاسل ديال لي لي بول مزيانين دوزي بريفي غدا ان شاء الله نصورهم ونصيفطوهم لك غير دوزي بريفي غدا ان شاء الله نصورو ديال لي بول ونصيفطوهم لك فاتس الفين وتسعمية خمسين درهم يعني تسعود وخمسين خمسين الف هاد البراسلي هدا تسعود و الف لي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا معانا براسلي مدوبلو زوين مزيان هذا ب خمسين الف ريال اللي بغاتو لي ومرحبا الف مرحبا كاين بحالو عاوتاني هو هذا بحالو شويه عرض عليه هذا اللي غنعبرو دابا عرض على داك الاول شي شويه 7.2 هذا 2800 درهم يعني خمسين هذا عرض على الاخر ورخص عليه هذا 2800 درهم 2500 درهم هذا درهم بالنسبه لهاد البراسليات تاخدي واحد اللي عاود الله وبغيتي تزيدي ليه جوج تصل بيا عاود نصيفط لك الجوج ديالو هذا 2800 درهم 2800 درهم يعني 56 الف ريال اللي بغاتو دير لي سكرين ومرحبا الف مرحبا هذا من الداخل ما مدوبلش بحق صحيح هذا صحيح ومزيان بحق ما مدوبلش من الداخل غير قاصح خويا تاكدا قاصح صحيح تبارك الله <applause> الفين وثلاثمية درهم اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا ومرحبا ألف مرحبا هذا الفين وثلاثمية درهم الفين وثلاثمية يعني ستة وخمسين ألف ريال ستة وخمسين ألف اللي بغاتو مرحبا ألف مرحبا تواصل معنا ومرحبا ألف مرحبا هنا كاينين في ميدل في القيصرية الفوقانية حدا الثقافي القيصرية حدا الثقافي تماك عندنا المحل الكبير وعندنا محل آخر في سوق الجمعة في القيصرية ديال الفتح وعندنا محل محل ثالث في قصر الفوقانية نيت مجاور مع المحل الأول أي حاجة بغيتيها مرحبا ألف مرحبا أختي هذا دير ألفين أو درهم يعني ستة خمسين ريال اللي بغاتو دير ليه سكرين ومرحبا ألف مرحبا نسبة اختي غير دوزي عندي نعطيك القياس الصغير كاين القياسات الصغار وكاين القياسات القياس الكبار كاين القياسات ديال اللي ديالك اللي بغيتي نعطيه لك مرحبا كاين هذا الموديل هذا هذا او تيجي معمر اللي تيجي كبير ويبين في اليد 8.87 390 درهم هذا 3450 تقريبا هذا ديال 69000 ريال براسلي كبير عريض ب 69000 هانا براسلي واعر بالنسبه لكولي جاكوار اختي ما بقى لينا الحجر ان شاء الله نجيبوه لكم تيكون عندنا جاكوار تيكون عندنا اليد البراسلي ديالو لي بوكل ديالو الخاتم اي حاجه بغيتيها مرحبا كاين هذا ديال 3450 درهم يعني 69 الف ريال بالثمن اللي هو 390 درهم للغرام هميزه وتمن رخيص بزاف دبتي دير 410 420 درهم خام حنا حسبنا لكم اليوم مصنع ب 390 درهم مصنع ب 390 درهم برومو زبون بالحق هذا البرومو راه فيه غير 48 ساعه وغادي يحيد برافو ديال الفيتا خاطر دوزهم برافو ديال الكارتي راهم كاينين راني ندوزهم في, في اللايف غير جاي عاودي اللايف وغادي يبان لك هذا وخمسين درهم وخمسين درهم اللي هي وستين الف ريال هذا ب وستين الف ريال اللي بغاتو دير ليه سكرين ومرحبا الف مرحبا الثمن الجرام لحسب 390 درهم الجرام اللي حاسب لكم السلعه 390 درهم الجرام وخمسين درهم غادي هذا البراسلي هذا هذا ب وستين الف ريال وستين الف ريال هذا البراسلي اللي بغاتو ب الف 3450 درهم لي بغاتو دير لي سكرين ومرحبا الف مرحبا كاين هاد الخوتم هذا عاوتاني هاد الخوتم تاوه ب 390 درهم للغرام خاتم غليظ وصحيح هاد الخاتم هذا خاتم صحيح ومزيان ومدوبل هذا خاتم مدوبل هذا خاتم مذوب مزيان اللي بغاتو مرحبا اختي غير عاودي الله يبرا فيه البرسليات زواونين بغيتي شي برسلي تما فهادو لي دوزنا اليوم راه الثمن رخيص ليه هو 390 درهم للغرام شوفي البرسلي اللي عجبك ودوزي بريفي ومرحبا غادي نسقو معاك ولا بغيتي يخليوه وليك. مرحبا وسهلا بالنسبة الى كنتي في ميدل كنتي بعيدا نصيفطوه لك عن طريق الامانة يوصلك حتى للبلاصة اللي راكي فيها الرادكو اختار ندوز ردكو. دوز الرادكو ب 390 درهم الغرام كاين هذا الخاتم فيه 6 غرامات فاصله 86 390 درهم هذا جايه درهم 2670 درهم يعني 53 و 400 سرات الاختره دوزتهم بالنسبه اختي سرات الرادوس سرات لدوز واحد جوج ديال عاود رجعي من اللايف كمل لي معنا اللايف ورجعي شوفي الناس سرات لا دوزو واحد جوج ديال السرات بالثمن اللي هو 390 درهم بغيتي شي حاجه اخرى دوزي بريفي وريوها لك عاوتاني غدا ان شاء الله هذا 2670 درهم 2670 درهم بالثمن ديال الجرام اللي هو 390 درهم الجرام حسبنا لكم هذا الخوت هذا 390 درهم الجرام غتجي تقريبا 53000 و400 درهم هذا 53400 حوس بارطاجيو معنا اللايف بارطاجيو اللايف في الجروب باش كاع الناس تستافد من هاد التخفيضات اللي كاينه اليوم اليوم دايرين برومو دايرين تخفيض دبتي دي دير 410 420 درهم حنا اليوم بعنا عليكم ب 390 درهم للغرام اللي بغات شي حاجه مرحبا الف مرحبا هذا هذا خاتم غليظ ومدوبل خاتم غليظ وزوين ومدوبل حاجه صحيحه ومزيانه ب 390 درهم للغرام ما كيدير من الداخل هذا 2670 درهم 2670 درهم يعني يعني 53 400 ريال ثلاثة 53 400 بالنسبه لكم كومونتار راهم كثار كاين <applause> لي مثلا ولا يعاود يغري عاود يتواصل معايا ونجاوبو ماشي مشكل ولا اي تساؤل بغيتي <applause> تعرفيه على ولا غادي عندي بريفي اي تساؤل نجاوبك عليه تعرفيه على شي حاجه ولا ماشي مشكل غير دوزي بريفي ونجاوبك على اي حاجه بغيتيها مرحبا صيفطو لكم في اللايف باش غادي نجاوبهم راه كاين لي كومونتير كثار راه غايجاوبوك غير صبر شويه غادي يوصلك النوبه غايجاوبوك راه الناس كثار تما كتصيفطو لهم غايجاوبوك ان شاء الله وعاودي, وعاودي عاودي 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 صيفط لهم باش يعرفوك انك معاهم غادي يصيفطو لك ان شاء الله غايجاوبوك راه كاينين الناس كثار تيجاوبهم تقريبا تدخل 400 كومونتير ولا 300 كومونتير راه تيجاوبو راه كاينين ثلاثه العناصر حنا مكلفينهم غير باش يجاوبو على الكومونتير هذا هو الشغل ديالهم هذه الخدمه ديالهم 2670 درهم هذا الختم هذا ثم صوم 390 درهم للغرام هذا الخاتم هذا بالغرام 390 درهم للغرام هذا الخويتم هذا جي 2670 درهم 53 400 اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا كاين هذا البرسلي هذا كاين هذا البرسلي هذا ها هو هذا 8.7 مضروبه

سنة سنة هذا جاية 68000 وستين ألف ريال سوم تلتمية و درهم للغرام 68000 وستين ألف جاية لهذا اللي هي 3400 درهم 3400 و درهم اللي بغاتو دير سكرين و معنا في الخاص و مرحبا و ألف مرحبا هذا براس لي زبو و قاسح سوم تلتمية و درهم للغرام سوم تلتمية و درهم للغرام اللي بغا تدي سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا 360 الف ريال هذا 360 الف 3400 درهم كاين هذا الخوتم هذا ديال المارياج كاين هذا خوتم ديال المارياج تاوه ب 390 درهم للغرام خاتم ديال المارياج ب 390 درهم للغرام اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا

ب 44500 من دوبل من الداخل من دوبل العمر من الداخل حاجه قاسحه وصحيحه ومزيانه ب 44500 بالنسبه للثمن ديال الغرام 390 درهم للغرام اللي حسبنا لكم هاد الخوتمه هذا ب 390 درهم للغرام هادو تيتبعوا بالموديل نحسب لكم اليوم بالثمن ديال الغرام دابا الصوره مزيانه شوفوا لي دابا الصورة واش مزيانة الصورة دابا واش واضحة دابا الصورة مزيانة هذا بتل... هذا ب 2225 درهم يعني خمسة 45 الف ريال حاولوا تبارطاجيو معنا اللايف في الجروب باش صحاباتكم وكاع الاصدقاء ديالكم ولا فامي يقدروا يوصلوا يتوصلوا بهذا اللايف هذا وشوفوا السلعه بثمن اللي هو رخيص تبون

لي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا في بريفي ومرحبا الف مرحبا الدوره ديالو خاتم مارياج مدوبل هذا خاتم مارياج مدوبل ومزيان وصحيح وثقيل الثمن ديال الغرام 390 درهم الغرام باش حاسبين لكم هاد الخوات ملي دوزنا لكم وقاعد الساعة اللي دوزنا اليوم كلها ب 390 درهم الغرام باش حاسبينها لكم 390 درهم الغرام يعني راه الثمن رخيص مقارنة مع السوق شنو داير هذا 44 و 500 اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا مرحبًا الف مرحبا بالنسبه للساعه اللي دوزنا اليوم كلها غنعاودو ان شاء الله ناخدو الصور وغادي نلوحها في لاباج باش تخلي تعاود تشوفها مره اخرى ربما تبان لك واضحه اكثر كاين هذا خوتم هذا هذا خوتم زويون صحيح هذا خاتم زويون صحيح اختار دوس الكورميطات دوس واحد ثلاثه ديال لي كورميطات جوج اللي, اللي, اللي رادكو ديال العنق واحد ديال اللي يدرا دوز ثلاثه ديال اللي رادكو عاود رجعي شوفي غير عاودي اللايف ان شاء الله منين نسالو عاودي اللايف وشوفيهم ومرحبا الف مرحبا هذا خاتم ممتاز وزويون ب 390 درهم الغرام حتى هذا غنحسب هذا ب 390 درهم الغرام هذا فيه 6.62 ستة فاصلة ستين ستة فاصلة ستين مضروبة في تلتمية وتسعين درهم هذا ألفين وخمسمية وسبعين درهم يعني واحد وخمسين وربعمية هذا بواحد وخمسين ألف وربعمية واحد وخمسين وربعمية خاتم واعر زبوب من صحيح مدوبل قاسح كلشي مجموع في هذا الخاتم وموديل زبون فيه البيض وفيه الصفر بالنسبة للدب ديالو فيه الصفر وفيه البيض ألفين وخمسمية وسبعين درهم يعني واحد وخمسين وربعمية اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا بريفي ومرحبا الف مرحبا مرحبا الف مرحبا اختي اللي خصتكم مرحبا الف مرحبا كاين شي مشكل بكل فرح في مكتب المغرب توصلك الصخره ديالك كنت في ميدلت نجيبها لك حتى للدار ما كاينش المشكل مرحبا الف مرحبا اختي اللي خصتك مرحبا هذا 2500 وسبعين درهم ألفين وخمسميه وسبعين درهم يعني واحد وخمسين وربعميه خاتم ممتاز مدوبل زوون مدوبل مدوبل من الداخل بالنسبة للداخل ديالو شتي كي مدوبل من الداخل وتقيل تمن ديال الجرام حسب لي تلتمية وتسعين درهم الجرام الخواتم كلهم تيتباعو بالموديل في أي محل الخواتم تيتباعو بالموديل يعني أي خاتم بغيتيه في أي محل تلقيه تمن ديالو ما بين ربعميه وخمسين حتى لخمسميه وخمسين درهم الجرام اليوم حنا جبنا عليكم بتلتمية وتسعين درهم الجرام برومو زويون حاولوا تبارطاجيو اللايف باش كاع الناس تستافد من هذا البرومو هذا فدرين التخفيض هذا البرومو هذا غادي يدور مر... 48 ساعه وغادي تحيد غنحطو السلعه في لاباج 48 ساعه وغنحيدوها اللي بغات شي حاجه مرحبا الف مرحبا هذا 2570 درهم يعني 51 و مية اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا نزيدو واحد اللي خاتمي وبارك عليه ونزيدو هاد جيجي خوت متعب كاين هذا الختم هذا كاين هذا الختم هذا زويون هذا ختم زويون واعر ختم, ختم, ختم فن تبارك الله هذا ختم زويون صحيح ومدوبل من الداخل ديالو مدوبل شتي كيدير من الداخل مدوبل راه كاين اختي براسلي لي بنانا كاين كاين براس بنانا كاين ثلاثوات باقي عند الانسومبلات ديال البنانا البراسلي بالخاتم بالحلقات ديالو كاين دوزي دوز اختي بريفي وغيوريو لك الشكيلات يقدروا نصورو نصيفطوا لك انتيا في الخاص غير دوزي بريفي مرحبا وسهلا اللي بغيتيها مرحبا بالنسبه للناس ديال العنق اختي اليوم ما غندوزهمش بلي حقرا ان شاء الله غادي نصورهم ونلحقهم في لاباج لا الوقت ما غيسمى ما, ما غاديش نوصلهم غنمشي ان شاء الله نصورهم ونلحقهم في لاباج سلسله من غير داكشي اللي راه حنا لايحين نلوحو شي حاجه جديده ديال اليوم عاوتاني السلاسل ديال خفيفين ديال البنات شي حاجه زوينه كاين الخوت لم هذا ها هو ده فيه 4.62 ضربه في 390 درهم هذا زوون جاي 1800 درهم اللي هي 36 الف ريال خاتم مدوبلو زوين ب 36 الف ريال هذا خاتم ب 36 خاتم مدوبلو غليظ ب 36 الف هذا ب 36 الف ريال خاتم مضوبل وزوون دابا اختي تيدير 410 420 درهم للغرام مي حنا اليوم تنحسبوه ب 390 درهم للغرام السلعه اللي دوزنا اليوم كلها ب 390 درهم للغرام اي حاجه بغيتها فهاد السلعه اللي دوزنا فهاد اللايف ب 390 درهم للغرام دوزنا لي موديلات ديال 11000 ريال للغرام حسبنا لهم حنايا غير 7800 كاين هاد الخاتم هذا 1800 درهم يعني 36 ريال خاتم مدوبل وزويون خاتم مدوبل وصحيح حاجه قاصحه ب 36 ريال خاتم بستة أو تلاتين ألف ريال مدوبلو مزيان حاولو تبارطاجيو معنا في الجروب حاولوا تبارطاجيو في الجروب باش كاع الناس يوصلوا لهاد يوصلوا لهاد اللايف هذا اللي فيها التخفيض ربما يستافدو كاملين كل ياخد شي حويجة هدا ألف أو درهم يعني ستة أو ألف ريال هذا الخواتم هدا ستة أو ريال خاتم مدوبل أو صحيح بسوم كاين هاد الخاتم هدا حتى هذا ب 390 درهم للغرام هذا ب 390 درهم الجرام اللي بغا تدي ليه سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا الف مرحبا حتى هذا خاتم من دوبل من دبل من الداخل هذا خاتم من دوبل جاي عريض هنايا جاي عريض هنايا مزيان ماشي من دوك اللي تمشيو جاي كله عريض هنا بنفس العرض الميزان ديالو فيه 6 غرامات 6 مضروبه في 390 درهم غتجي 2340 درهم 2340 درهم 2340 درهم يعني 46 ريال هذا ب 46 هذا ب 46 و من الزواج اخويا راه دوزنا شي وحدين ومن بعد غندوزوهم مرحبا دابا غنكمل هذا الخاتم وغندوز واحد جوج خوت ديال الزواج عاوتاني 2300 راه دوزنا براسليات بلديين دوزناهم دوزنا براسليات بلديين بثمن 390 درهم ما تقياش ما تلقاهاش في شي محل من غير الاخوين هذا ب 2340 درهم يعني 46800 هذا ب 46800 خاتم دوبل صحيح شوف كي داير في الجنب هنايا خاتم غليظ جاي كله عريض خاتم صحيح ومزيان ب 390 درهم للغرام ب 2340 درهم اللي هي 46800 هذا خاتم ب 46800 اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا بريفي ومرحبا و الف و مرحبا كاين هذا الخاتم ديال المارياج كاين هذا خوتنا ديال مرياج زبون ثقيل اللي بغا شي حاجه ثقيله ومدوبله هذا خوتنا ديال مرياج ثقيل وزبون صحيح ب 390 درهم للغرام هذا ب 390 درهم للغرام غنعبروا نشوفوا شحال غادي تجي راه دوزنا اختي البراسليات ديال الوحدات ودوزنا ثلاثه شوفو الا بغيتي شي حاجه مرحبا الف مرحبا اختي الثمن حسبنا السلعه كلها 390 درهم للكغ كاع السلعه اللي دوزنا اليوم وخا فيها الموديلات اللي غاليين حسبنا اليوم حنا الثمن واحد كاين الموديل رخيص كاين الموديل الغالي حسبنا كلشي بحال بحال كيف السلعه ديال 300 و... كيف السلعه ديال 430 درهم كيف السلعه ديال 550 درهم و... دوزناهم كلهم ب 390 درهم 5.6 مضروبه في 390 درهم كاين هذا دير 2200 درهم 44000 ريال هذا خاصه ب 44000 شوف الميزان ديالو هذا راه فيه خمسة غرامات فاصل ستة وستين خمسة غرامات هذا فاصل ستة حسبنا ليه الثمن الغرام تلتمية وتسعين درهم الغرام مع العلم أن الدي بيوت ب بخمسمية خمسمية وخمسين درهم للغرام المارياج حنا حسبناه بتلتمية وتسعين درهم خويتي ما غتلبسو وغتخبع فيه الفلوس ديالها تلبسو حتى تردو ديالو هذا بتلتمية هذا بألفين لي وبت... 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 ديال الغرام 390 درهم للغرام غتجيه ألفين وميتين درهم اللي هي ربعة وربعين ألف ريال مدوبل خاتم مدوبل شو كيدير من الداخل خاتم مدوبل هذا خاتم مدوبل ألفين وميتين درهم ربعة وربعين ألف ريال اللي بغاتو تدي لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا ألف مرحبا هذا سوم تلتمية وتسعين درهم الجرام اختي عصير الصابون راه كاين غير دوزي بريفي راه كاين اختي موجود عصير الصابون عندنا لي طاي كلهم تقريبا وكاين اثمنة مختلفة بدي من 7000 درهم حتى ل 12000 درهم ولا 13000 درهم دوزي اختي بريفيو روق عصير الصابون مرحبا والف مرحبا هذا 2200 درهم 44000 ريال هذا 44000 44000 اللي بغات تدير لي سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا والف مرحبا هذا 44000 2200 درهم ختم دوبلو صحيح بالنسبه للثمن ديال الكرام هذا الختم هذا محسوب ليه 390 درهم 390 درهم للغرام 390 درهم للغرام لهاد الخوتمات ديال المارياج والسلعه كامله اللي دوزنا كاين هاد الخوتم ديال المارياج الاخر حتى هذا مزيان كاين هاد الخوتم ديال المارياج تيعمر اليد اللي بغات شي حاجه تعمر اليد هذا خاتم المارياج تيعمر اليد تيجي باين في اليد حتى هو ب 390 درهم للغرام هذا الميزان هنايا غنعبروا قدامكم وتشوفوا كلشي بعينيكم هذا فيه 5.61 ثلاثمئة تسعين درهم الجرام غتجيه ألفين ومية وسبعة وثمانين درهم تقريبا على حال ربعة وربعين حتى هو تقريبا حتى هذا ألفين وميتين درهم ألفين وميتين درهم يعني ربعة وربعين ألف ريال هذا خاتم ديال المارياج بربعة وربعين ألف تيجي معمر اليد تيجي باين وزويون خاتم ديال المارياج معمر اليد وباين هذا من ديال المارياج ب 2200 درهم ثم 390 درهم للغرام اختي حنا هذا المحل في ميدلت مجوهرات الاخوين ميدلت تنبيع عدة ب 18 كرة وتنديروا التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب تنتواجدوا في مدينة ميدلت المحل عندنا في ميدلت تنبيع عدة ب 18 كرة وتنديروا التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب فين ما في المغرب تطلق الصخرة ديالك بالنسبه لهذا اللايف ديال اليوم دوزنا فيه سلعة مخلطه ودرنا ليها الثمن كلها 390 درهم للغرام واحد الثمن اللي هو ما كانش عند شي دايبي تقريبا عندنا نتوجدوا في ميدلت عندنا ثلاثه المحلات في ميدلت معروفين في ميدلت الحمد لله السمعة الطيبة معروفين في ميدالت اللي بغا شي حاجة مرحبا ألف مرحبا فين ما كنتي في مكتف المغرب توصلك السخرة ديالك راه دايرين برومو في هذا اللايف برومو اللي هو برومو طايح بزاف الذهب كاع بنادم واحد الثمن اللي هو رخيص اللي شرت شي حاجه بحال غتخبي فيها فلوسها وصافي راه الثمن طايح دخلت تشوف شحال داير الذهب اسعار الذهب وشوف شحال باش غنبيعو عليها حنايا 390 درهم قالو باش غنبيعو لكم راه هاد الذهب داير دل... هاد الموديل هاد هاد الخوت من الماريج 450 500 550 درهم تيبدا من 450 درهم الفوق بالنسبه لهاد الخوت من الماريج حنا اليوم بعناهم لكم ب 390 درهم الغرام اليوم هادو ب 390 درهم الغرام غتجي 2200 درهم 44000 اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا هذا 2200 درهم يعني 44000 هذا ب ألف اللي بغاتو مرحبا بالنسبه لاختي خارج المغرب لا الا كان شي واحد فلافامي ديالك في المغرب نصيفطو ليه الصخرة وياخدها ويخليها عنده او لا تصيفط لنا فيها شي افونس عليك لك حنايا حتى تدخلي على خاطرك اي حاجه بغيتها نخبيها لك حتى تدخلي ان شاء الله في الصيف ولا في راس العام مرحبا ماشي مشكل اي حاجه بغيتيها غتصيفط لنا فيها افونس واحد 500 درهم ولا 1000 درهم نخليوها لك حتى لشهر واحد ولا حتى لشهر تسعود شهر عشرة وقتاش ما دخلتي مرحبا نخليوها لك في المحل منين تدخلي وتجي دوزي تاخديها ولا المدينة اللي كنتي فيها في المغرب نسيفطوها لك في أي مدينة كنتي في المغرب نسيفطوها لك ولا كاين شي واحد في لافامي ديالك هنا اللي يقدر يشدها علينا نسيفطوها ليه ماشي مش مشكل خارج المغرب ما تنديروش لي فريزو خارج المغرب توصل غير داخل المغرب نقدر نخبي عليك اي حاجه بغيتي نخبي عليك حتى تدخلي ليها الا كنتي غتدخلي ان شاء الله في راس العام ولا في الصيف نخبيها عليك ماشي مشكل 3 شهور ولا 6 شهور نخليو الامانه ديالك مخبعه في امان الله كاين هاد الخواتم ديال المارياج كاين هاد الخواتم ديال المارياج الخواتم ديال المارياج زويون هذا خواتم ديال المارياج زويون احتوي ب 390 درهم للغرام غادي ندوز نشوفوا شحال فيه 4.79 في 390 درهم للغرام هذا جاي 1850 درهم ألف و 250. يعني سبعه و ألف ريال، هذا خاتم واعر ورخيص بسبعه 37000 ألف، خاتم زوون د معمر ليد وتدير سبعه وثلاثون خاتم مارياج كبير وزوين بسبعه ألف ريال، ألف درهم، تمن منخفض، ثلاثميه درهم الغرام عليها لك رخيص هاد الخاتم. هذا خاتم زبون بألف و تمنميه و درهم يعني سبعة و ألف ريال هذا خاتم دالمارياج هذا خاتم مارياج بسبعة و تلاتين ألف سوم تلتميه و درهم الغرام هذا الخاتم هذا بتلتميه و تسعين درهم الغرام هما الذهبية كلهم تيبيعوهم بالموديل حنا اليوم درنا برومو درنا واحد الثمن اللي مكاينش باش تشجعونا و باش تبارطاجيو معنا اللايف حاولنا ندير لكم هاد الثمن هذا بارطاجيو معنا اللايف في لي جروب باش كاع الناس تستافد من التخفيض هذا هذا بتلتميه و درهم الغرام هاد الخاتم الماريج تيجي 37 ريال 7 و ألف ريال بغيتي تدفعي بشوي بشوي مرحبا اختي ماشي مشكل نتعاملوا معاك مرحبا الا كنتي ميدل صراحه حنا معروفين تنديرو القضيه ديال ديال, ديال, ديال ديال المصارفه نتعامل معاك عن طريق المصارفه بقيت تدفعي بشويه حتى تكمليه وتاخديه بغيتي نطرفوا عليك غير دوزي بريفي ونخليوه عليك وبقيت تدفعي بشويه حتى تساليه هاد الخاتم ديال الماريج هذا ب 37000 خاتم كبير ومعمر اليد ب 37 ريال وجاي عريض الخاتم كي خاتم جاي كبير وعريض بسبعة وثلاثين ألف ريال هذا خاتم بسبعة وثلاثين ألف ريال ألف وثمانمية وخمسين درهم سوم درهم للجرام هذا بسبعة 37000 ألف دور خمسمية وخمسين درهم دور سامبل اختي دوزي شاء الله نصورو لك دور سامبل وخمسين درهم باش باش يطيح دور سامبل قاس حزبون اليون سامبل زويون دوز ارتيكل بريفي غدا ان شاء الله نصور لك لا ليونس ونصيفطو لك ب 550 درهم داير هذا 1700 درهم خوت مزوون ود المارياج ب 37 الف ريال بالنسبه اختي قلت البلاطين بيد المطلوب لي نجم مثلا نديريهم شكون تيبغي تشاجا بلاطين نجيبوها لك بحيث يفوت الحجر بلاطين مطلوب لي مثلا نجيبوهاش بالنسبه للمتقدم ميدل فيها ما فيها البلاطين مثلا نجيبوهاش بزاف كاين هذا الخوت من المارياج حتى هذا بثمن زوين الثمن ديال الويز دابا تيدير الراس ألف أو خمسمية درهم، والفرش ألف أو ستمية درهم، وحاجة مزيانة، هذا فيه ربعة دالغرامات فاصلة تسعود وتسعين، ربعة فاصلة تسعود وتسعين، تلتمية وتسعين درهم، هدا غاتجيه تقريبا <hesitation> تسعود وتلاتين <hesitation> تجيه تمنية تقريبا تسعود وتلاتين ألف ريال، هدا غاتجيه تسعود وتلاتين ألف ريال، هدا تسعود وتلاتين ألف ريال خاص مدوبل زوين هذا خاتم مارياج ب 39 الف ريال خاتم مارياج ب 39 الف ريال خاتم زوين وهادو خوتمات اللي بغات تخبع فلوسها بغات تشري خاتم ثقيل ماشي خاتم ديال الموديل ديال الزواق وديال خاتم لي تكون هاز الذهب الا بغات تبيعيه تلقاي ما تبيعي فيه هذا فيه 4 غرامات 99 ثلاثميه وتسعين درهم هدا غتجي تسعود و ثلاثين ألف ريال تسعود و ثلاثين ألف هدا خاتم تسعود و ثلاثين ألف ريال خاتم دالماريج ب تسعود و ثلاثين خاتم ثلاثميه و درهم الجرام خاتم زويون و صحيح و مزيان خاتم غزال تبارك الله خاتم مدوبل هدا راه مدوبل من الداخل سنسله خميسه ختي ديرها خمسمية وخمسين درهم كاينه سنسله خميسه اللي فيها أمي دايره 550 درهم وكاينه سلسله خميسه عاديه تدير تقريبا شي 500 درهم وكاين موديلات اخرين عندنا زواوين غير زي بريفي وروك شكيلات هذا خاتم مدوبل من الداخل هذا خاتم عامر من الداخل مدوبل هذا خاتم مدوبل خاتم مدوبل من الداخل داير 39 الف ريال اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا هذا خاتم مدوبل خاتم مارياج مدوبل وثقيل سوم 390 درهم الغرام اللي حاسبين براس ليا ترودي دي اختارهم كاينين كاينين ثلاثه دي واحد ديال تروا وكاين واحد ديال تروا دي هذا وتلاتين الف ريال اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معنا بريفي ومرحبا الف مرحبا هذا وتلاتين الف ريال 1950 درهم 1950 درهم لي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا بريفي ومحبوب الف محبوب محبو. بالنسبه للثمن ديال الجرام السلعه كلها اللي دوزنا اليوم ب 390 درهم الجرام. السلعه ديال اليوم كلها ب 390 درهم للجرام كاين هذا الخوتم هذا كاين هذا الخوتم هذا زويون هذا خاتم تا غزال ب 390 درهم للجرام هذا ب 390 درهم الجرام. الثمن هذا راه ما كاينش عند شي ديبيل تنديرو اليوم دايرين تخفيض بزاف هاد اللايف هذا دايرين فيه التخفيض اللي بغات شي حاجه ما على غير دير لا سكرين وتواصل معنا ومرحبا الف مرحبا الدب دابا اختي تيدير 410 حتى 420 درهم للغرام هذا هو ثمن الدب خام داير 410 420 درهم هادشي اللي لقينا في الانترنت اليوم حيت دخلنا لجوجل شنا اسعار الدب لقينا اليوم هادشي اللي داير حنا اليوم تنبيعو الدب ب 390 درهم دايرين تخفيض تخفيض لمدة 24 ساعة وهاد السلعة في اللايف 24 ساعة بهاد الثمن 48 ساعة بهاد الثمن 48 ساعة هذا ساعة. فيه ربعة فاصلة واحد وثمانين درهم يعني ألف درهم ألف درهم سبعة وثلاثين مئة هذا بسبعة وثلاثين ألف هذا خاتم بسبعة وثلاثين ألف خاتم بسبعة وثلاثين بالثمن ديال الجرام. هذا بالثمن ديال الغرام اللي هو 390 درهم للغرام ماشي بالموديل ولا الزواق الموديل الزواق حيدنا عليكم خلصنا عليكم حنا المصاريف ديال هاد الخواتم هادو كلهم ومد السلعه هادي الموديل وداكشي قال لك كنا تنزيدو حنايا في الحساب ما حسبناش لكم هنايا حنا تنحسبو الديب وتنحسبو الموديل وتنحسبو الارباح ديالنا حنا داكشي كله حيدناه وزدنا لكم شويه عاد هذا اللي بغا 1800

بالنسبه لخت الكورميد البنانا ديال اليد اختي غير دوزي بريفي وريوه ليك راه كاين عندنا غنصيفطو ليك التصويرات تشوف فيهم ديالو كاين كورميد البنانا كاين تيدير شي 1700 درهم الله اعلم ولا 1800 درهم البنانا راه كاين كاين لي بوكل ديالو كاين الباك ديالو اي حاجه بغيتي هاد البنانا راه كاينه كاين براسلي كاين هذا 1870 درهم يعني 37 الف هذا خاتم الف اللي بغاتو دير ليه سكرين وتواصل معنا بريفي ومرحبا الف هذا 1000 ألف وثنميه وسبعين درهم هذا 1870 درهم وسبعين درهم ألف وسبعين درهم ألف وسبعين درهم. يعني سبعة ألف هذا سبعة لي و مرحبا بالنسبة للتوصيل في المغرب في المغرب توصلك الصخرة ديالك الصخرة عن طريق الأمانة توصلك الصخرة تاخديها وتخلصيها كنتي في راه الصخرة أي حاجة بغيتيها باقي لينا هاد البراسلي هذا غندوزو لكم حتى هو هذا براسلي زويون هذا براسلي غزال هذا براسلي فيه سبعة غرامات فاصلة ثلاثة وتسعين مضروبة في ثلاثمية وتسعين هذا جيه تلتالاف ومية تقريبا هذا جيه اثنين وستين ألف ريال هذا براسلي باثنين وستين ألف 3000 ومية درهم هذا براس لي هذا براس لي صحيح 3000 و درهم براسلي حزون ديال الهرم. هذا ديال الهرم ديال الهرم فيها الديكور ديال الهرم براس لي ديال الهرم تيدير درهم ريال بغاتو سكرين وتواصل معنا في الخاص ومرحبا و الف مرحبا اللي بغاتو دير وتواصل معنا ومرحبا و الف مرحبا دوزنا دابا درهم دوزنا موديل الكارتي دابا دوزنا دايرين فيه برومو 390 درهم الغرام حسبنا الكارتي باصي دخلنا دوزنا البراسليات غير رجعي عاودي لايف غير كملي معنا اللايف ورجعي عاودي اللايف تشوف البراسليات ديال الوحدات وثلاثات راه كاينين السلعه كلها ديال اليوم كاع السلعه اللي دوزنا اليوم كاع لي زارتيك اللي دوزنا اليوم كلهم ب 390 درهم الغرام اي حاجه شتيها راه يحسبوا لك الثمن ديال الغرام 390 درهم الغرام كيف الخاتم كيف البراسليات كيف السرات كلشي بالغرام ك كلشي بالغرام 300 هذا 3000 و100 درهم يعني 62000 ريال البراص اللي هذا ب 62000 ريال هذا البراص اللي هذا ب 62000 اليوم شويه راه طولنا اللايف راه تقريبا ساعتين راه اول مره غنديرو في اللايف ساعتين تنديرو ساعه وربع ساعه ونص ساعه ما المكانه اليوم طولنا بزاف لقيناكم الحمد لله راكم مازالين معنا وما سخناش بكم حتى حنا هذا 3100 درهم 62 ريال اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل بريفيو مرحبا الف مرحبا هذا براسلي ديال الهرم البرسلي ديال الهرم قاسحو مزيان ومدوبلو صحيح برسلي قاصح مزيان ومدوبل شي ومية درهم يعني ثنين ألف ريال ثنين ريال اللي بغاتو دير ليه سكرين ألف مرحبا كاين البرسلي حتى هو بحالو حتى هذا ومية درهم الجرام هذا فيه عشرة غرامات عشرة مضروبة مية وتسعين درهم دفع عشرة غرامات غيجي تلت الاف وتسعمية ثمانية وستين الف ريال هذا فيه عشرة غرامات بثمانية وستين الف هذا البراس لي هذا فيه عشرة غرامات بثمانية وستين الف ريال اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معنا ومرحبا ألف مرحبا هذا براس لي قاس حزوون هذا فيه عشرة غرامات بسوم تلتمية وتسعين درهم الغرام جاتو ثلاثة الاف وتسعمية درهم ثلاثة الاف وتسعمية درهم مية وسبعين ألف تلت ألاف وتسعمية درهم تمنية وسبعين ألف هذا في عشرة الغرامات عشرة في تلتمية وتسعين يعني تلت ألاف وتسعمية درهم تلت ألاف وتسعمية يعني تمنية وسبعين ألف ريال هذا تمنية أو ألف هذا سوم تلتمية وتسعين درهم للجرام هذا سوم تلتمية وتسعين درهم للجرام جاية ثمانية وسبعين ألف ريال براس زويون صحيح حاجة قاصحة وزوينة هذا بثمانية وسبعين ألف في عشرة غرامات بثمانية وسبعين ألف في عشرة غرامات بثمانية وسبعين ألف ريال اللي بغاتو دير لي سكرين وتواصل معنا بريفي ومرحبا ألف مرحبا كاين هاد البراسي هذا كاين هاد المليج هذا براس اللي حتى هو تيتحل هذا لي مدرج هذا لي صحيح ومدوبل

اللي بغاتو دير لي سكرين ومرحبا الف مرحبا هذا هو اخي برافي غادي ندوزو هو هذا عواشكم مباركة. مبارك باش ما تميتو ان شاء الله الله كل عام تصوموا تصوموا تعيدوا وتعاودوا مرحبا بالجميع اللي خططت شي حاجه مع غير تواصل معنا مرحبا الف مرحبا بالنسبه لللايف ديال اليوم الساعه اللي علي دوزنا فيه كلها راه ب 390 درهم للغرام الساعة ديال اليوم غنحطوها في لاباج كلها تبقى 48 ساعة في لاباج غنلوحوها بالميزان ديالها وبالثمن ديال الجرام نديرو الميزان والسومال ديال الجرام وشحال عطاتنا في التوتال ديالها باش اي واحد بغى شي حاجه غادي يكون كلشي واضح الميزان ديالها وها ديال شحال الكغ وشحال عطات واللي بغى شي حاجه مرحبا وسهلا تصحترب بالدار عيد مبارك سعيد ونخليكم ان شاء الله على خير امسيه سعيده ونتمنى نكونوا ان شاء الله اعزاز عندكم وهادشي اللي يكون عاجبكم والثمن ان شاء الله الثمن ديال اليوم راه كان واحد الثمن اللي هو في المتناول راه الثمن اللي هو اللي شرا ما يندم بس العاد ديال اليوم راه الثمن رخيص بزاف اللي خدا شي حاجه ما يندم عليها خليناكم على خير ان شاء الله امسيه سعيده وعيدكم مبارك سعيد راكم اعزائي غاليين